اهلا بيكم والسلام عليكم في حلقه جديده من حلقات برنامج زملكاوي. طبعا اكيد انتوا كزملكاويه بتتابعوا الكلام المنتشر خلال الايام الاخيره عن نادي الزمالك واخبار نادي الزمالك. هنتكلم في كل حاجه النهارده ودلوقتي، نتكلم على انتقالات اللعيبه لانديه منافسه، نتكلم عن مشاركه الزمالك في افريقيا، هنتكلم عن لعب الزمالك مباراة القمة، كل حاجة نتكلم فيها. في البداية طبعا انتوا اكيد فاكرين الجملة اللي قالها امير مرتضى بعد ما اتسأل كتير على موضوع بن شرقي، قالك انا مش همشي ورا اللاعب وتتبعه واشوفه هيعمل ايه، راجل فري، لو هيمضي في حتة تانية هنعمل ايه، فما بالك بقى بلاعب اساسا مش موجود في قائمة نادي الزمالك ومستغنى عنه او تم بيعه في يناير، اللي هو مصطفى فتحي. انتشر كلام كتير النهارده وامبارح على ان مصطفى فتحي وقع للنادي الاهلي، ولدرجه انه بعض المواقع كمان تواصلت مع اداره التعاون عشان تسالها، فردت اداره التعاون برد قاطع، قالت ان احنا قدامنا مباراتين على موضوع عدم الهبوط ولازم نفوز فيها فتركيزنا كله فيه. حاجة تانية، احنا متعاقدين من اللاعب من 6 شهور لمدة 2.5 سنين، فنستغنى عليه ليه؟ كلام منطقي، لكن هنا الموضوع بدأ تسمع من بعد 30 مايو اخبار من نوعية زيزو راح مش عارف فين، بن شرقي مضى مش عارف ايه، مصطفى فتحي حتى اما لقوا ان ردود الفعل بتاعت زيزو الناس مش مصدقاها، حتى بتاعت بن شرقي الفري الناس مش مصدقاها، او جايبين حاجه من لا شيء. وبمعنى ايه من لا شيء؟ يعني لاعب مش موجود في قائمه نادي الزمالك، لا يملك انه يعني يحركه يمين او شمال ولا يعرف يتفاوض معاه عشان يتعاقد معاه. يعني مثلا بن شرقي موجود لسه ما موقعش لأي نادي تاني، فتقدر توقع معاه لو انت عايز. أحمد سيد زيزو نصه 2 سنين في عقده مستمر مع النادي، تقعد بقى تسمع ده راح هنا ده جه من هنا، الحاجات دي كلها من امتى؟ من بعد يوم 30 مايو، يعني اعتبر من 31 مايو للنهاردة تتكلم في 8 أيام، كل يوم حاجة، كل يوم حاجة. ليه؟ عشان انتوا عارفين اللي حصل، فلازم نلهي الناس وجمهور الزمالك ينشغل في حاجه بعيد عنه. فتعال نروح نجيب زيزو ما نفعش، نشوف بن شرقي ما نفعش، طب تعال نجرب مصطفى فتحي. الحقيقه بقى ان مصطفى فتحي تواصلنا مع احد يعني المقربين ليه اللي يكاد يكون مصطفى فتحي ذات نفسه، يعني قال انه لن يعود للدوري المصري حتى في حاله هبوط التعاون السعودي، وانه ان كان سيدرس عروض فستكون في الدوري السعودي، وانه في حاله عودته لمصر مره اخرى سيكون عبر بوابه نادي الزمالك، لان اللاعب حسب المقربين يعني اتخذ قرار بعدم اللعب في مصر الا لنادي الزمالك وعدم خلق خصومه مع جماهير الزمالك بالانتقال الى النادي المنافس. ده كلام لينا من مقربين جدا 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 من مصطفى فتحي، البعض بيعتبرهم وكأنهم مصطفى فتحي. ده تصريحهم، واللي يكاد يكون تصريحه انه لن انتقل لأي نادي في الدوري المصري الا كان نادي الزمالك، وانا لا اما مستمر في التعاون حتى وان نزل درجة ادنى، او انتقل الى اي نادي متواجد في الدوري السعودي. ده الكلام اللي قاله مصطفى فتحي. هل حد هيصدقه من اللي نشروا الخبر، من اللي تكلموا عن الموضوع، ان اللي حكوا الحكايه واللي قالوا الموضوع؟ الله اعلم. لكن انا بشكل امين جدا في جزء من الموضوع ده شغل وكله، شغل وكله تسويق، اثاره انتباه، حط فلفل وشطه على اللاعب بتاعه عشان الناس تنتبه له، سواء كان هنا في مصر أو في الدوري السعودي. فبرضه لازم نعمل كده، يعني نحرك المياه الراكدة، يمكن نلاقي عقد من هنا ولا عقد من هناك، كلمة من هنا على كلمة من هناك،
إعارة من هنا على إعارة من هناك، برضه نشتغل. فأنا لا أبرئ أبدا الوكلاء من مثل هذه الأخبار، لا أبرئ الوكلاء أبدا من مثل هذه الأخبار، ولا داعي إن أنا أقول مين بقى الوكيل بتاع مصطفى فتحي ولا مين الوكيل بتاع بن شرقي ما ببرئهمش. ليه؟ عشان يعني حاله البضاعة. حتى وإن كنت أتقبل موضوع بن شرقي باعتباره يعني فري، فممكن ما جالوش عرض ولا حاجة فالناس بتدور، حقه كوكيل يعني. لكن إن يبقى لاعب تاني في نادي مش على ذمة نادي الزمالك وعلى ذمة نادي في السعودية، ونقعد بقى نعمل الحكايات دي عشان بقى نحسن علاقة مع نادي منافس، نحسن علاقة مع جمهور، مش عارف ايه، الحاجات دي بقت صعبة جدا. الموضوع بقى صعب. وانا مش هطلع كل يوم الحقيقة يعني لننفي اخبار، مش نقول اخبار، ننفيها. الحق ده لا ده ما حصلش، الحق ده لا ده ما حصلش، الحق ده لا ما حصلش. شغالين الحق، بنلاحق، بلاحق انا يعني او غيري، بنلاحق على الاخبار المضروبه يمين وشمال. الحق يا بيه، الحق يا عم، الحق يا استاذ، الحق. مش عارف هنشتغل الحق ولا لا، هنبقى شغلتنا ان احنا نلحق ولا شغلتنا ايه؟ هل مطالب طول الوقت ان انت تبقى في منطقه الدفاع وتدافع عن لعيبتك طول الوقت، تدافع عن لعيبتك في اخبار مضروبه ضدهم ليه؟ برضو سؤال مهم جدا، هو ليه الاخبار المضروبه ضد لعيبه هي دايما ضد لعيبه الزمالك وعن لعيبه الزمالك ليه؟ ده سؤال انا بساله نفسي مش النهارده ولا امبارح، على مدار سنوات فاتت ويمكن على مدار سنوات جايه. والحقيقه انه الاجابه تحتمل اكتر من توجه واكتر من اتجاه، لكن انا هسيب الاجابه ليكم. مين المستفيد؟ احنا استفدنا ايه؟ ان انا اقعد ادافع عن لاعب بيلعب في الزمالك عقده ممتد، او اتكلم عن لاعب مشي وساب الزمالك وصمم انه يمشي ويسيب الزمالك اساسا، اللي هو مصطفى فتحي في يناير، ان هو اللي صمم انا عاوز امشي انا عاوز امشي انا عاوز امشي فمشي. هتفرق ايه انه يروح فين؟ ومع ذلك الراجل او المقربين منه بينفوا اساسا توقيعه للنادي الاهلي، ماشي خلاص مفيش مشكله مصدقينك حتى اللحظه، الله اعلم ما هو قادم، لكن في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها كدبوا ليه؟ راجل متعاقد مع نادي في الدوري السعودي، نادي محترم، نادي جه من الابواب الشرعيه، خد اللاعب من نادي الزمالك ومشي بالطرق الشرعيه، ودي حاجه مهمه قوي بين علاقات الانديه، انك النادي مع النادي ياخد لاعب بالطرق الشرعيه، بالتفاوض، بعرض مادي محترم، مش نعمل بقى ما يطلق عليه كباري ونعدي كوبري وننقل من هنا على هنا وناخد لاعب مخلص عقده عشان نجيبه هنا فنوديه الناحيه اللي هناك، وهنقعد بقى ايه كده نعمل كنافه. امر غريب جدا ان انا طول الوقت اشتغل الحكايه دي مصد فلاتر عشان نعدل الخبر الصحيح والخبر الغلط ونقوي اللعيبه وندعمه، لانه هو برضه في الظرف اللي زي ده لما يصحى الصبح يلاقي 19 مليون خبر ضده وكله بيقول له ان انت سبت النادي، الناس صدقت، هو مش يعني يمكن يصدق وراخر في الزحمه من كتر كميه الاخبار، الحق الحق الحق. وبعدين انا ما عنديش مانع ان حد يمشي، لكن اما يبقى الخبر طول الوقت خارج من شخص واحد من صفحه واحده تكاد تكون كل الاخبار بتاعتها غير صحيحه، مش عايز اقول كل الاخبار، تكاد تكون كل الاخبار غير صحيحه وكلها تجاه معين وفي منطقة معينة وعلى أشخاص معينة. ليه؟ كأن الصفحة دي وصاحبها لا يرى إلا لعيبة نادي الزمالك وأخبار نادي الزمالك وحكايات نادي الزمالك وموضوعات نادي الزمالك ومواويل نادي الزمالك. ترى له أي حاجة تانية؟ تشوفه في الطرف التاني على الأقل يبقى
ما يطلق عليه الحيادي يعني، او المهني بيجيب اخبار من هنا واخبار من هنا. لا، يمكن لان انتمائه لطرف من الاطراف، يجوز احتمال، لكن برضه في مساحه، في مساحه، وانت بتعمل الاخبار اللي زي دي في قدر من المسؤوليه. لا داعي لمنطقيه ان احنا نقول دي اثاره بلبله واثاره راي عام زملكاوي. ما ينفعش انك تثير غضب في اوقات زي دي، فتره منافسه، فتره كلام، وبعدين قبليها بقى، قبل موضوع مصطفى فتحي على بن شرقي على زيزو هيمشوا هيقعدوا وهيمشوا والحاجات دي، ده مصطفى فتحي يا جماعه اللي مشي بيقولوا عليه برضه. نيجي نلاقي ايه؟ الحق ده الزمالك توقف قيده تاني. ليه يا بيه؟ يقول لك اصله عشان سبورتنج لشبونه وشيكابالا، والقضيه يوم 8 مارس وقدامهم شهر، لو ما نفذوش يبقى الزمالك ياخد ايقاف قيد مره ثانيه. طب وانت متصور الاتحاد الدولي هيطبطب على الزمالك ويخبي الخبر مثلا؟ يعني يوم 8 مارس ليك 30 يوم عشان تستأنف مثلا، تقوم انت يوم 9 ابريل الاتحاد الدولي يخبي الخبر ويتاخروا عشان واتحاد الكوره يتاخروا عشان الزمالك ما ينزلش درجه ثانيه او الزمالك ما يوقفش قيده؟ ايه ده بالظبط؟ ليه؟ عشان في الضلمه؟ طب كان رافع القيد قبل كده؟ ما الزمالك قدم استئناف وقدم التماس لرفع ايقاف القيد عنه واترفض. واترفض. يعني لو هو ميال ليا قوي كده الاتحاد الدولي، يعني كان العقوبات اللي رايحه جايه عليا دي جت ليه؟ فيجي ايه اللي يخليه حبيني يعني؟ الا لان انا خدت الاجراءات السليمه، اما جه الحكم خدنا الاجراءات السليمه ودفعنا فلوس الاستئناف واستأنفنا وتم ايقاف العقوبات، وذلك نفسه يعني الاخبار موجوده في كل حته انه الزمالك الموضوع ده تم تعطيله والاتحاد الدولي عطل لان الموضوع راح للمحكمه الرياضيه، والزمالك يملك مستندات بكده. بس حد مصدق؟ يصدقوا خبر منتهي من شهرين ومصممين عليه ويطلعوا يحكوا عنه كل يوم ويضحكوا عنه كل يوم ونروح ونودي في الكلام ومش موجود اساسا في الحقيقه. خلاص ما بقاش موجود خبر كانه لم يكن بقرار باستئناف الزمالك ودفع فلوس القضيه وتحويل القضيه للمحكمه الرياضيه وكان هذا الامر لم يكن. مفيش اي عقوبه. المؤكد على موضوع العقوبه هي مرتيمو. والزمالك، وانا بقول لكم معلومه، يسعى جاهدا خلال الايام القليله القادمه ان ينهي الامر ده مع مرتيمو والفلوس تنتهي ويحصل التصالح عشان ما يجيش بقى حد يقول لك اصله الكاف دلوقتي بقى الكاف ما بيميل للزمالك عشان مش عارف يصله اليوم 31/3 كان المفروض يحزاك يحل القضيه. طب ايه اللي عرفك انه ما حلش القضيه 31/3؟ أنا ما قلتش وغيري ما قالش. مزاجنا ما نقولش. مش مطالب إن أنا أقول. كشادي حتى كإعلامي في نادي الزمالك وقناة الزمالك ولا إدارة نادي الزمالك مطالبة إنها تقول لك. ما تفهم اللي أنت عايزه. اللي هيبقى الحكم إيه؟ الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي. أما أقدم الأوراق بتاعتي. تقعد بقى تعد ورايا وتقول أصل يوم 31 2 اللي فات كان لازم زيك يحل او اللي غيره يعني لنفسه. انت مالك؟ مال حضرتك؟ مش انت كل ما تقعد تتكلم عن حد من الانديه اخرى لك خليك في ناديك؟ طب ما تريح نفسك وتخليك في ناديك. انت مهتم بنادي انا ليه؟ يعني انت تطالبني ان اخليه في ناديه وانت تقعد تتدخل عند النادي بتاعي؟ لا يعني ما تعتمد نفس الاستراتيجيه، اخليني انا في ناديه وانت تخليك في ناديك يعني بالمنطق. لكن اخبارك كلها وحكاياتك كلها على النادي الغير المختلف معاك المنافس ليك وتقول لي انا والغيري خليك في النادي؟ طب ما تخليك انت، مش اولى لو تخليك انت؟ وبعدين مره تانية وثالثه وعشر، الزمالك ليس مطالب انه يقول لك هو بيعمل ايه. لا اداره نادي الزمالك ولا نادي الزمالك مطالبين بانهم يقولوا للاخرين احنا بنعمل ايه، احنا نعمل اللي احنا عايزينه. ها ايه رايك؟ اما يجي بقى اللي يجي ليه الحق انه يسال
وقت السؤال هنعرف الإجابة. لكن أي ربط في الكلام؟ كل ده ظهر في 8 أيام من 30 مايو للنهاردة، موضوعات يومية على نادي الزمالك من 30 مايو، وبكرر تاني من 30 مايو للنهاردة أخبار يومية ضد نادي الزمالك. إيه الحكاية يعني؟ العالم يوم 30 مايو ده هنحطه في التاريخ؟ كل يوم أصحى بكرة ألاقي خبر إيه؟ جمهور الزمالك بكرة يصحى يلاقي إيه؟ هيصحى يلاقي إيه؟ أنا دلوقتي بسأل نفسي وبسألكم والله، إيه أنا دلوقتي مش عارف أما هصحى الصبح إذا ربنا إداني العمر يعني هلاقي إيه؟ إيه اللي موجود على الزمالك تاني؟ أعتقد إن يكتفي بهذا القدر يعني، نكتفي بهذا القدر، كفاية كده بقى، كفاية والله يعني، كفاية إن إحنا نقعد ندافع ونتكلم في أمور مش موجودة في الوجود. حتى وكان ليها أثر زي موضوع إيقاف القيد ده، ليه أثر؟ آه في حكم صحيح مش هقدر أنكره يعني، زيك موقوف القيد إن شاء الله قبل 30/6 يكون الأمر ده انتهى عن بكرة أبيه، انتهى خلاص، والزمالك يجدد يعني يجدد اللعيبة اللي عايزها ويعمل صفقات جديدة واللي يجي في باله. مرة تانية وأخيرة في الموضوع ده قبل ما نيجي على الموضوع اللي بعده، الزمالك وإدارة الزمالك ليس مطالب إنه يرضيك ولا يهتم بأخبارك ولا بأفكارك ولا بآرائك، وخصوصا لو تمسه، تمس نادي الزمالك، مش مطالب إنه يرد عليك. أصحاب الرد يردوا عليك، تقول لي أصل الكاف بعت يوم 31/12 ومش عارف، أما يجي الكاف بقى بيرد عليك، روح اسأله، متعبش نفسك وروح اسأله، روح اسأله متعبش نفسك وتسألني، لأن أنا مش هجاوب عليك، لأن أنا شخصيا لو قابلك إجابة مش هريحك بشكل واضح يعني. القمة، نادي الزمالك وإدارته مصممين على طلبهم وهو تأجيل مباراة القمة لحين أداء النادي الأهلي كل مبارياته المؤجلة، ولو بالترتيب، الله أعلم بقى الترتيب بتاع النادي الأهلي، الزمالك مباراته رقم كام؟ كان في 5 مباريات تقريبا تأجيل، فنبدأ بقى بالجونة وبعدين بإستر كامباني، مش بإستر كامباني قبل الجونة، تسألش ليه، الجونة قبل إستر كامباني، ومع ذلك إستر كامباني هيبدأ قبل الجونة، ما دي تركيبة برضه غريبة يعني، تمام. وبعدين مباراة الزمالك والأهلي على فكرة مباراة مؤجلة، دي مش بتاعة احنا بنلعب في الأسبوع 22 وفي الأسبوع 20 يعني، حتى مباراة القمة هي مباراة مؤجلة، مباراة إستر كامباني مع النادي الأهلي مباراة مؤجلة. طب ليه ما نلعبش المؤجل بتاع النادي الأهلي، ما يلعبش بالترتيب؟ ده سؤال مهم جدا، انا ماليش اجابه يعني، ممكن برضه يتقال لي خليك في ناديك، لكن بقى الموضوع ده يهمني، يهمني كنادي الزمالك، لان نادي الزمالك في قرار بانه ما يلعبش المباريات الا اما النادي الاهلي يلعب المباريات المؤجله بتاعته بالترتيب، مش متخيل بالترتيب يعني، يبقى جونه مش عارف مين بقى في الوسط، وبعدين استر كامباني، وبعدين الزمالك، ما بتتكلم في 5 6 ماتشات للنادي الاهلي مؤجلين. لكن الاداره تمشي في اتجاه، وهذا حقها تماما، وتطالب بطلبات معينه وهذا حقها تماما. الجهاز الفني، لان الطلب بتاع نادي الزمالك لم ياتي له اجابه، هل انا بقى ما اشتغلش؟ الحقيقة إن الجهاز الفني لنادي الزمالك شغال، وكأن المباراة سوف تقام في ميعادها يوم 19/6، من تنظيمه، إجراءاته، تدريبه، مبارياته الودية، المباراة الرسمية الأولانية بتاعة الكاس، ماشي فيه الجدول بتاعه، وكأن المباراة سوف تقام في موعدها، أقيمت في موعدها. أنا كنادي الزمالك وجهاز فني ولاعيبه جاهزين، اهلا وسهلا، هنحاول ونجتهد لنفوز بهذه المباراه لنكون متصدرين الدوري ونستمر في المحاوله للحفاظ على لقب الدوري. لكن من حق الاداره
تطلب التأجيل لأنه قرار منطقي وطلب منطقي، مش شطط يعني، لا ده منطقي تماما وطبيعي تماما. مش هقول أصل النادي الأهلي طلب من 3 سنين إيه أو من 4 سنين خالص، أتكلم خليني ابن النهاردة يعني، طلب منطقي وعادل وفي مليان عدالة لو نفذ. لكن هل سوف ينفذ؟ أستاذ عامر حسين قال لك أنا ما عنديش وقت، اللي يلاقي وقت يقول لي، ما أعرفش يعني، اللي يلاقي وقت يقول لي. طب حضرتك وافقت مش أنا على إن ماتش إيستر كامباني يتأجل، بلقيت وقت اهو، ليه قيستك انا ما تلعبش في ميعاده والمباراه دي تتلعب مباراه مؤجله برضه اهو، يبقى انت كده وفرت وقت. لكن حضرتك بتقول انا ما عنديش وقت، طب انت ما انت لقيت وقت، لقيت وقت وحطيت اهو، تقول لي اصل في موافقه بين الطرفين عدم اللعب باللعيبه الدوليين، ماشي خلاص ما لقيناش وقت يعني. اصل احنا بعتنا للاتحاد الدولي قلنا له يوم 30/8 هننهي الموسم. انت متاكد؟ هنلحق يا حاج عامر، هنلحق نخلص كاس مصر الجديد. خلاص عرفنا كاس مصر القديم هيخلص 21/7 يعني. كاس مصر الجديد هيخلص قبل 30/8 السنه اللي فاتت. الكاس اللي احنا بنلعبه يوم 21/7 احمد مجاهد طلع قال زيك بالظبط، قال لك هخلصه قبل 30 وبعدين قام عامله مش عارف كام 9 وبعدين خلاه كام اكتوبر وبعدين اجله خالص. فبلاش مش هخلص 30 دي، ما بصدقهاش ما بصدقهاش. لكن اللي انا مصدقه انه الجهاز الفني عازل نفسه واللعيبه عازلين نفسهم عن موضوع المباراه تتاجل ولا مش تتاجل، تعاملوا مع الامر ان المباراه هتقام في موعدها، وده امر جيد جدا، وان اللعيبه تبعد نفسها عن اي مؤثرات وما تتورطش في حكايات زي اخرين ما تورطوا، وبعد ما تورطوا اخبار على الزمالك للصبح بقى. ليه؟ لانهم ورطوا نفسهم بكلام كتير عن المباراه. فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مره تانية. اهلا بكم مره تانية. الشركه المتحده وبرزنتيشن توقعان بروتوكول تعاون لاقامه السوبر المصري في الامارات، عوده مره اخرى لاقامه السوبر المصري في الامارات. وقعت الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وشركه برزنتيشن سبورتس بروتوكول تعاون مع مجلس ابو ظبي الرياضي لاقامه مباراتي كاس السوبر المحلي المصري بين الفريقين الفائزين بدرع الدوري وكاس مصر للموسم الماضي 2020/2021 والموسم الحالي 2021/2022 بدوله الامارات الشقيقه، في اطار التعاون المثمر والقوي بين الجانبين والروابط الوثيقه والمشتركه الكبيره ووحده المصير التي تجمع الامارات بمصر. وعقد اليوم الاثنين اجتماعا موسعا بحضور الدكتور حسن عبد الله رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب لشركه برزنتيشن سبورتس وشركه استادات الاستثمار الرياضي، ومحمد يحيى لطفي نائب رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب لشركه برزنتيشن سبورتس، وجمال علام رئيس اتحاد الكره ونائبه خالد رندلي، وحازي امام محمد بركات عضو المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري، ومن الجانب الاماراتي عارف حمد العوني والامين العام لمجلس ابو ظبي الرياضي، وسهيل عبد الله العريفي مدير تنفيذ قطاع الفعاليات بمجلس ابو ظبي الرياضي، ومحمد عبد الله الظهيري الامين العام للاتحاد الاماراتي لكره القدم، وناصر يوسف الزعابي مدير مكتب الاتصال بمجلس ابو ظبي الرياضي، وعبد الرحيم حسن الزرعوني مدير مكتب الامين العام بمجلس ابو ظبي الرياضي. وتعهد الجانب الاماراتي بتنظيم رائع لبطولتي كاس السوبر المحلي المصري نظرا لقيمتها الكبيره من الناحيه الفنيه والجماهيريه والاعلاميه والتسويقيه، بما يدعم العلاقات التاريخيه والروابط المصيريه بين مصر والامارات. وطبعا انتم شايفين الصور النهارده، دي صور الاجتماع والتوقيعات، واكيد كما عهدنا يعني دوله الامارات يعني في التنظيم الرائع والمميز قد فعلتها اكثر من مره في موضوع تنظيم كاس سوبر المصري، وان شاء الله يعني يكون من حسن حظ الزمالك انه ياخد البطولتين ان شاء الله في الامارات. النهارده الزمالك يهزم الاتصالات بهدفين وديان استعدادا للداخليه، ف
فاز الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك على نظيره المصريه للاتصالات بهدفين دون رد، وذلك في المباراه الوديه التي اقيمت بينهما اليوم الاثنين على ملعب لطيف ابو رجيله بمقر القلعه البيضاء. سجل هدفين اللقاء كل من محمد حمدي في الدقيقة 12 من عمر الشوط الثاني، ويوسف أسامة نبيه في الدقيقة 28 من الشوط نفسه. وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من لاعبي الفريق الأول وفريق الأمل بالزمالك، حيث حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة فيريرا على تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في أوقات مختلفة من اللقاء تمهيدا للاستعانة بالمميزين منهم في الفترة المقبلة. وخاض الزمالك ودية الاتصالات من ثلاث أشواط بالاتفاق بين الفريقين لتحقيق أكبر استفادة من مشاركة أكبر عدد من اللعيبة، وهو ما تحقق حيث لعب الأبيض بالمباراة بأكثر من تشكيل على مدار الأشواط الثلاث. والزمالك طبعا زي ما أنتم عارفين يستعد لمواجهة نظيره الداخلية يوم 13 يونيو على استاد القاهرة ضمن مواجهات الدور 32 من كأس مصر للموسم الحالي. في هذه المباراة تعرض كابتن حازم إمام لاعب الزمالك لشد خفيف خلال المباراة، ومن ثم تدخل الجهاز الفني والطب وقرروا خروج اللاعب خوفا من تفاقم الإصابة، ودخل مكان يوسف أسامة نبيه بديلا له، وهو الذي أحرز الهدف الثاني في اللقاء. يعني الجهاز الطبي لنادي الزمالك تواصل مع احمد فتوح الظهير الايسر للفريق من اجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه لحادث سير في الايام الماضيه. معانا دلوقتي اللاعب محمد حمدي لاعب نادي الزمالك النهارده والمحرز الهدف الاول في مباراه المصريه للاتصالات. اهلا بيك يا محمد، ويعني سعدنا جدا بهدفك النهارده وظهورك مع نادي الزمالك. حبيبي كابتن شادي، اهلا بحضرتك. انت مواليد سنه كام يا محمد؟ انا مواليد 11/2. 11/2؟ 11/2. 11/2 تمام. طيب النهارده المشاركه ليك في المصريه للاداء امام المصريه للاتصالات كانت اولى مبارياتك يعني مع الفريق الاول، ولا شاركت قبل كده مع الفريق الاول؟ لا طبعا، انا متصاعد من شهر 6 اللي فات، السنه اللي فاتت، وكنت موجود مع كاتيرون في الاول، كابتن كاتيرون، ولعبت معاه ماتشات وديه كتير. كنا لعبنا قبل كده في اسكندريه كذا ماتش في معسكر اسكندريه، ده قبل 7 ماتشات الاخر اللي كانت في الدوري. وبعد كده لعبنا لما رجعنا مع ده. نتفائل بيك بقى، نتفائل بيك يا محمد. ان شاء الله يا حبيبي. دلوقتي اوصف لنا الهدف كده، لان مش كل شاف الهدف، فاوصف لنا كيف احرزت الهدف. والله يا كابتن، كان كوره لينا يعني هجمه لينا وطلعت ركنيه، فرفعها كابتن بن شرقي، انا طلعت حطيتها بدماغي. وانت بتلعب بدماغك كويس يعني باعتبارك مدافع؟ بجيب كتير يعني بدماغك الحمد لله. تمام. لا اي لاعب شاب صغير كده لما بيطلع الفريق الاول دايما كده تلاقي احد الكبار في الفريق الاول يحتضنه ويتعامل يعني ويتبناه. مين من اللعيبه الكبار في نادي الزمالك في الفريق الاول اللي بيتعامل معاك كده ويديك النصايح وبيوجهك؟ بصراحه هو في لعيبه كتير طبعا، كلهم كباتننا الكبار طبعا بيبقوا واقفين جنب اللعبة الصغيره قوي، لما بتطلع بيبقوا واقفين معانا دايما يساندونا. كابتن شيكابالا مثلا دايما كان بيركز معايا اول ما طلعت، يا حمدي كذا يا حمدي كذا، كان بيوجهني دايما في الملعب ان انا اعمل الصح دايما، لو شافني انا في حاجه عملتها غلط او ايا كان، يا حمد تأديلة تستنفر كذا يا حمدي، لازم كذا يا حمدي. وكان برضه في الونش وكابتن عبد الشافي دايما بيوجهونا، يعني اغلبيه اللعيبه برضه مش عايز انسى حد، وكلهم دايما بيوجهونا للصح، يقولوا لنا الصح يعني اعمل كذا واعمل كذا في اطار دايما كويس. وبتسمع الكلام؟ بتستفيد منه كتير. طبعا بتسمع يعني؟ ماشي. كبات الكبار طبعا كلهم لعيبه دوليه وخبرات واساطير النادي، لازم طبعا يعني نسمع الكلام كتير. 100 100. طب ومشاركتك طبعا ومشاركتك في فريق الامل وتحت قياده الكابتن اسامه نبيه والكابتن احمد مقصود، التدريبات بتاعتكم ازاي؟ وهل بنفس النمط بتاع الفريق الاول؟ بالظبط. واحنا يعتبر يعتبر زينا زي الفريق، واحنا يعني يعتبر التيم الاحتياطي بتاعهم. بنشتغل نفس الشغل مع كابتن اسامه وكابتن احمد مقصود، هم بيتمرنوا قبلنا بساعه تقريبا، واحنا بننزل بعضهم على طول. هو الشغل تقريبا عشان خاطر الكابتن بيحاول يخلينا نتحط في نفس الريتم بتاع اللعب مثلا بتاع الماتشات بتاعت الدوري وماتشات الكاس، بيخلينا دايما يعني نتمرن زيهم عشان لما حد تجيله الفرصه يبقى هو قادر، يبقى في مكان مثلا حد من اللعيبه الكبار يبقى قد كويس زيه زيه بس. والموضوع ان شاء الله قريب يعني، ان شاء الله دايما اللعيبه بتجتهد، وان شاء الله باذن الله قريبه يعني. محمد انت مركز المساك بس ولا في مركز ثاني ممكن تكون بتلعب فيه؟
يعني بلعب مشتاك وبلعب ديفندر وممكن العب باك رايت وبلعب في اي حته. تلعب في اي حته اديني يعني. فرصه في اي حته والعب. انا بس عاوز العب بس. بالظبط. ان شاء الله ربنا يوفقك وتشارك واسمك كده يكبر جوه نادي الزمالك وتتالق وتكون يعني من اللعيبه اللي جمهور الزمالك بيعشقها. حبيبي يا كابتن شادي، اتمنى والله ان شاء الله باذن الله يعني السنه دي نخرج بالكاسين وبالدوري ان شاء الله باذن الله تعالى، والواحد يبقى ليه مثلا اي مساهمه فيهم ان شاء الله باذن الله، ونفرح جمهور الزمالك باذن الله ان شاء الله يعني. ان شاء الله. انت انضميت للزمالك سنه كام يا محمد؟ انا بقالي سنتين في نادي الزمالك، كنت انضميت السنه ال 2020، انضميت اخر 2020 منين؟ ولعبت، كنت في المقاولين العرب، جيت القطاع المقاولون. الحر ولعبت اسمه ده مع فريق 99، لعبنا معاهم يعني الدوري كله اللي هو اللي كان عليه المشكله ده لو تفتكر، طبعا حصلت في الاخر. بالظبط. بس وبعد كده بعد ما خلصنا الدوري على طول اتصعدت مع مع الفرنسي كارتيرون، كابتن كارتيرون اتصعدت معاه، ومن وقتها وانا موجود فوق يعني، بنلعب ماتشات وديه دايما، مستنيين نفسي ان شاء الله يعني. ان شاء الله قريب بعون الله باذن ان شاء الله قريبه باذن الله ان ان شاء شاء الله. الله. شكرا يا محمد على وجودك معانا، وان شاء الله المره الجايه بقى نكلمك وانت احرزت هدف مع الفريق الاول ان شاء الله. ده محمد حمدي واخرين زي محمد حمدي وجودهم في الزمالك مهم جدا. ابناء النادي متربيين فيه، عارفين قواعد النادي، عارفين النادي عاوز ايه، فكره الفوز المطالب بيه طول الوقت، كل ده بيضعه تحت الضغوط، بيتعلم امور كتيره جدا. فمهم جدا اللعيبه اللي هي بقى 99 و2000 و2001 يبقوا طول الوقت موجودين وجاهزين، زي ما محمد بيقول قريبه قوي، يعني هو عنده احساس انها قريبه قوي، وده حاجه كويسه، حاجه كويسه انه يبقى متفائل انه هيبقى هو جاهز وحاسس انها قريبه قوي المشاركه مع الفريق الاول. ومناسبه بقى اللعيبه الشباب، فيليرا يدرس استمرار يوسف اسامه نبيه مع الفريق الاول. البرتغالي فيليرا بيفكر في استمرار يوسف اسامه نبيه مهاجم فريق الامل في تدريبات الفريق الاول، زي ما قال لنا محمد ان هم بعد ما في الاول بيخلص بساعه يدخلوا هم. وفيليرا عاوز يستدعي يعني يوسف اسامه عشان يمنحه خبرات اكتر تحسبا للاعتماد عليه في اي وقت من الاوقات في ظل تذبذب مستوى سيف الجزيري وعدم وجود غير ولا يوجد غير عمر السعيد في هذا المركز. في نفس الوقت طبعا تالق يوسف اسامه في مباراه الزمالك النهارده كان من ضمن الاسباب يعني التي جعلت فيريرا يفكر ويدرس هذا الامر. إيهاب جلال يستقر على استبعاد فتوح من مواجهة ملاوي بعد استمرار إيجابية مسحة كورونا. تعرفين إن أحمد فتوح عمل حادثة وخد حوالي 6 غرز كده في الجبهة أو أكتر، فما دخلش بداية المعسكر، وبعدين لما رجع بعد راحة كذا يوم حوالي 4 5 أيام عملوا له مسحة، لقينا عنده يعني كورونا، فطبعا بقى معزول، وحتى اللحظة العينة إيجابية، ومن ثم مش هيقدر يسافر مع المنتخب غدا إلى ملاوي، فخلاص تقرر استبعاده. وفي نفس الوقت محمد الشناوي حارس المنتخب أصبح جاهز بعد أن جاءت نتيجة العينة التي خضع لها مسحة كورونا بسلبية. الجهاز الفني لنادي الزمالك قرر عدم أو منح اللعيبة راحة من التدريبات الجمعية غدا، والمقارن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية بعد غد الأربعاء لملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ومقر النادي في تمام الصياعة 4:30 عصرا. الدنيا بتبقى حر قوي على فكرة. في نفس الوقت برضو الكابتن إيهاب جلال قرر إراحة محمد صلاح من مباراة أثيوبيا. معرفش هل لغاية دلوقتي كل التصريحات والموضوعات والحكايات طالعة إنها مباراة أثيوبيا، وكأن لا يوجد مباراة أخرى، فما أعرفش هل هيكون جاهز للمباراة بتاعت كوريا ولا لأ، لغاية دلوقتي مش واضحة. إن كان محمد سافر إلى دبي النهاردة، وده إشارة لأنه لن يكون متواجدا في مباراة كوريا الجنوبية. برضه كويس راحة محمد، لأنه برضه موسم كان طويل جدا بالنسبة له، لأخ حتى يوم 28 مايو، يعني مباريات قوية جدا،
هو كان متأثر نفسيا كمان بعدم الفوز ببطولة إفريقيا وعدم الصعود لكأس العالم، بالإضافة للضغط العصبي اللي كان عليه في المنافسات للحظات الأخيرة. يعني الموسم ده كان فيه سوء حظ يطارد محمد صلاح بخسارة مصر كأس إفريقيا بضربات الجزاء، وعدم صعود مصر إلى كأس العالم بضربات الجزاء، وكان هو أحد اللعيبة اللي أضاعوا ضربة جزاء في هذه المباراة، ثم خسارته في آخر ربع ساعة من آخر مباراة في الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي، وخسارة النهائي الأوروبي نهائي دوري الأبطال قصاد ريال مدريد بهدف لا شيء. فكلها حاجات يعني تجعل الإنسان محتاج الراحة، وتبقى عليه ضغوط برضه، في ضغوط عليه، الضغوط دي تعمل له الحالة اللي جت بقى إنه في حالة شد، يعني جاله شد عضلي كده بسيط، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله خير. لكن صلاح لن يكون متواجدا لا في مباراة أثيوبيا التي أعلن عن عدم مشاركته فيها، و99.9 لن يكون أيضا متواجدا في مباراة كوريا الجنوبية، يعني مش هنشوف صلاح وسون خلاص. في نفس الوقت برضو الكابتن إيهاب جلال ضم أحمد رفعت لاعب فيوتشر وباهر محمدي مدافع الإسماعيلي للمعسكر عشان يسافروا غدا مع البعثة إلى ملاوي، وبعدين يبقوا جاهزين برضو لمباراة كوريا الجنوبية الودية يوم 14/6. صلاح، ما زلنا مع صلاح. التقارير الصحفية الإنجليزية بتقول أن ليفربول يجهز أقوى وأضخم عرض في تاريخ ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح، أكبر وأضخم عرض في تاريخ ليفربول لمحمد صلاح. دي الصحافة الإنجليزية اللي بتقول عن ابن مصر الكلام ده، عن محمد صلاح، في إن هو يبقى هيكون صاحب أكبر وأضخم عقد في تاريخ ليفربول. بمناسبة بقى عقد محمد صلاح، معانا أحد اللعيبة اللي لعبوا مع محمد صلاح وشاركوا مع محمد صلاح، ويحكي لنا برضو عن محمد صلاح، وبرضو يحكي لنا عن ماتش اتصالات النهاردة. الكابتن الكبير حمادة طلب، أهلا بيك كابتن حمادة. حبيبي أستاذ شادي، ازيك صحتك وعامل إيه وكل سنة وأنت طيب؟ الحمد لله نعم وفضل، أنت أخبارك إيه؟ نعم والله ربنا يخليك. دايما كده. انا عارف ان كده عن مصير اتصالات، لكن عاوز اخد منك بس كلمتين عن محمد صلاح. انت شاركت مع محمد صلاح ولعبت مع محمد صلاح في المنتخب المصري، شايف اما تبقى انت كلاعب في المنتخب ومحمد معاك، ودلوقتي بتسمع ان محمد يقدم له العرض الاضخم في تاريخ ليفربول لاستمراره في النادي، كلاعب مصري بقى ونجم سابق في كرة القدم ولعبت مع محمد صلاح، شايف ايه؟ لا طبعا محمد صلاح، اول حاجه اتكلم عن محمد صلاح كشخصيه، شخصيه محترمه جدا، شخصيه ما بتعلاش على حد، شخصيه كان قريب جدا من اللعيبه بشكل كبير جدا. محمد يستحق كل خير. انا عشرته في الفتره اللي انا عشرت فيها ما شفتش منه الا كل خير. كان كويس جدا مع اللعيبه، ما فيش لعيب بيطلب منه حاجه الا ما بيعملها له. بتكلم على الجانب الانساني لمحمد صلاح. صحيح. انما لو هتكلم فنيا، محمد صلاح لعيب كبير ومن احسن لعيبه بالنسبه للمستوى الشخصي، انا بالنسبه من احسن لعيبه الفتره اللي فاتت في العالم، محمد صلاح يستحقها. محمد صلاح مر بظروف صعبه جدا جدا الفتره اللي فاتت ديت، يعني لو لعيب مش هيستحمل الضغط اللي كان عليه الفتره اللي فاتت ديت، لازم كلنا نساند صلاح ونطلع صلاح من الحاله اللي هو كان فيها، الحاله الصعبه اللي هو كان فيها دوت. بالرغم من كده الراجل بيجي وبيأدي في منتخب مصر وبيأدي، هو مصاب كمان، يعني امبارح كان اعرف اللي هو كان مصاب وما رضاش يطلع من الملعب. محمد صلاح في ليفربول عمل كل حاجه تتخيلها. صحيح. لازم 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 الناس فعلا تقدر محمد صلاح اكتر من كده، وهي الناس بتحب محمد صلاح بصراحه في ليفربول، بيموتوا في محمد صلاح. اتمنى ان احنا نتعلم من الناس ديت ونقدر اللي احنا عندنا قيمه كبيره زي محمد صلاح، لازم نقدرها. اتمنى له طبعا كل التوفيق. مش حماده طلبه بس اللي بيتكلم على صلاح، لا اتكلم اي لعيبه تقول صلاح بيعامل اللعيبه كلها سواسيه وكلهم شبه بعض. اتمنى له طبعا التوفيق من جانب محمد صلاح وكلاعب كوره، لا عمرها بصراحه من حاجه اللي هي عمرها ما تتكرر في مصر ثاني. صحيح. اتمنى له كل التوفيق يا رب. يا رب دايما. كابتن حماده،
ايه رأيك الاول كده قبل ما نروح لمباراة المصرية الاتصالات والزمالك، ايه رأيك في اداء المنتخب المصري في اولى مبارياته مع الكابتن ايهاب جلال؟ بص شادي، يعني طبعا اتكلمت النهارده على كابتن ايهاب. كابتن ايهاب مدرب كبير ومدرب بصراحه ادى في كل الانديه اللي راح فيها، ادى بشكل كويس جدا. النهارده احنا عاوزين نحكم على كابتن ايهاب من اول مباراه. الناس كلها هجمت الكابتن ايهاب وانتقدت الكابتن ايهاب. لا، الكابتن ايهاب مدرب كبير مسك المنتخب في ظروف قليله خالص، يعني حتى ما لحقش يلعب مباراه وديه، ما صحيح. لحقش يجمع المنتخب بشكل كويس. احنا ما نحكمش عليه من اول مباراه. الحمد لله احنا حققنا المطلوب من المباراه اللي هو المكسب، ونتمنى ان احنا نكسب باداء، بس الاداء هيجي واحده واحده. كابتن ايهاب بيحب يحضر كتير من تحت. النهارده لسه ما لحقش يحفظ اللعيبه، ما لحقش المنتخب اللعيبه اللي موجوده معاه تحفظ طريقه شغله. لا، جايب لعيبه كتير من الانديه، انا جايب عاطف وجايب ابراهيم عادل، جايب ناس اول مره تتجمع مع بعض. لازم نصبر عليه، واللي بصراحه لازم الناس تهدى عليه شويه. ده منتخب مصر يا جماعه، ومعانا مدرب كبير. احنا بنطالب بالمدرب المصري، لا لازم نهدى على المدرب المصري شويه، ونحكمه في اخر البطوله. يعني احنا نحكم عليه في اخر البطوله، نحاسبه في اخر البطوله، مش من اول مباراه الناس كلها بتهاجمه وبتنتقده. اتمنى له طبعا التوفيق، ولازم الاعلام يسنده كويس يا كابتن شادي. الفتره اللي جايه ديت فتره صعبه ان شاء الله. ماتش اسبوع نطلع نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونرجع يبدا يلعب ماتشات وديه. بتمنى له طبعا التوفيق. يعني انا بس اللي بلوم الكابتن ايهاب، اللي انت في مصر كنت لازم تلعب بفيرويد، يبقى عندك شكل هجومي اكتر. بس زي ما بقول لك، لسه اول مباراه وبيحفظ اللعيبه بشكل كويس، وعنده سوء حظ كبير يا كابتن. النهارده عندك النني اتصاب، عندك تريزيجيه اتصاب، دي تلخبط اي حد بالنسبه ومحمد صلاح. للمدير الفني المنتخب. محمد صلاح اتصاب، عنده طبعا نجم الفرقه اتصاب، يعني عنده برضه خلل وعنده حاجات كتير. الظروف كلها كانت ضد الماتش دوت. اتمنى له طبعا التوفيق في الماتش اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. نروح بقى لمباراة الزمالك مع المصرية للاتصالات، وباعتبارك يعني عضو في الجهاز الفني لمصرية للاتصالات، تعليقك على نتيجة المباراة النهاردة دي. لا والله، احنا لعبنا مباراة طبعا الحمد لله. طبعا استقبلنا الناس، استقبلوني استقبال كويس جدا بصراحة، واستقبلوا الفرقة بشكل كويس جدا. قابلت مستر بريرا من زمان ما شفتوش، صحيح. راجل قابلني بصراحة مقابلة كويسة جدا، طبعا من اعظم المدربين اللي اتمرنت معاه في حياتي، وعمرها ما تتكرر بالنسبه لحماده طلبه اللي على المستوى الشخصي. الراجل قابلني ومقابله كويسه جدا، وقعد يحكي لي الفتره اللي انا اديتها معاه بشكل كويس. لعبنا 3 اشواط، كل شوط نص ساعه. شاف الفرقتين اللي هم التيم الاساسي، لعبنا شوطين بالنسبه كبيره كان الطبيب الاساسي هو اللي بيلعب. بعد كده لعب الشوط الثالث بالناشئين اللي هي فرقه الامل. لا، عملنا مباراه كويسه ومباراه ممتعه بصراحه، وادينا فيها بشكل كويس. استنى مصرية الاتصالات او نادي الزمالك، واحنا حققنا المطلوب. هم حققوا، احنا بالنسبه لنا الدوري خلص. انما هو نادي الزمالك بيجهز نفسه للمباراه اللي جايه مع الداخليه. اتمنى لهم كل التوفيق يا رب ان شاء الله، بيحققوا بطوله، ودي تجهيزا لمباراه القمه ان شاء الله. عندنا لعيبه في نادي الزمالك، لعيبه كويسه ولعيبه على اعلى مستوى، بتمنى لهم التوفيق. طبعا كان في النهارده اصابتين لحازم امام وابو نجم، اصابتين يعني عضله خلفيه وعضله الضمه لابو نجم. اتمنى لهم طبعا الشفاء ان شاء الله باذن الله، ويلحقوا يرجعوا باذن الله. ان شاء الله مع رجوع الدوليين باذن الله، ان شاء الله ان شاء الله الدنيا هتتم. وانا مستر فريرة واثق في كل الثقه ان شاء الله، اللي هو يفرح جمهور نادي الزمالك اللي هو عنده ثقه فيه كبيره جدا. وبنتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التوفيق الفتره القادمه باذن الله. بعون الله وباذنه. كابتن حماده، باعتبارك زي ما قلت لك في البدايه انك كعضو يعني في الجهاز الفني لمصرية الاتصالات، وفي نفس الوقت انت قابلت النهارده مستر فريرة، هل انت وانت بتشتغل كجهاز فني هل بتتذكر توجيهاته، القرارات اللي بياخدها وانت بتشتغل، استفدت منها دلوقتي في عملك؟ انا فعلا بالفعل اتكلمت معاه النهارده، قلت له يعني انا، قال لي بصراحه وقف معايا واتكلم معايا. قال لي انا بصراحه انا مره مش لعيب محترف زيك، وانا بصراحه قلت له الكلام برضه، قلت له انا من المدربين اللي انا حفظت شغلها بشكل كبير جدا. حتى النهارده طريقه اللعب النهارده كانت قريبه وانا بلعب، كان بصراحه شايفها وانا بلعب في الملعب. بس طبعا لو انت بتبقى انت بقى بعيد عن الملعب والكلام دوت،
تبقى قاعد عمال تفتكر كل توجيه كان بيقولك، كل جمله بيعملها لك، كل حاجه بيعملها مستر فيريرا كنت انا عمري في حياتي ما هنساها. لا هو الراجل النهارده بصراحه، وانا واحد من الناس اتكلمت معاه ان انا الفتره اللي جايه اكون قريب منه، اتعلم اخد منه تمارين زي فتره معايشه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله هتلاقيني الفتره اللي جايه قريب جدا من نادي الزمالك، بقرب من الراجل، بحفظ شغل اكتر. انت وانت بتلعب يا كابتن شادي ما كنتش عارف تحفظ حاجه، يعني بالنسبه انت يمكن تحفظ وانت بتلعب، انما وانت مدرب بتبقى مختلف بشكل كبير جدا. صحيح. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله اكون قريب منه واتعلم منه، وده قيمه كبيره جدا لازم نتعلم منه. مستر فيريرا مش هيتكرر تاني في الكوره، انا بقول لك على المستوى الشخصي، جيل 14 15 14 2015 اتعلموا منه كتير جدا. اتمنى له طبعا يا رب التوفيق، وان شاء الله اكون باذن الله قريب منه باذن الله، وعامل معاه فتره معايشه صغيره. ان شاء الله يا كابتن حماده، ومنورنا دايما في الزملكاوي، وده موفق في اللي جاي ان شاء الله. ده معظم اللعيبه اللي لعبت تحت ايد فيريرا بيقولوا نفس الكلام اللي بيقوله الكابتن حماده طلبه. ده يقول لك ايه؟ يقول لك ان المدير الفني ده علاقته باللعيبه علاقه قويه، حتى بعد مرور سنوات، بتتكلم في 8 سنين تقريبا، بعد مرور كل السنوات دي بيتذكروا في الموضوع وبيتكلموا فيه وبيضحكوا فيه، وبالعكس عاوز يرجع تاني، بس يرجع المره دي بقى يعني معايشه معاه عشان يتعلم منه كل اللعيبه. ده معناه انه هذا الرجل بيعرف يتواصل جيدا مع اللعيبه، وبيعرف يخلي اللاعب راضي. عارفين اللاعب لما يكون راضي ما بيبقاش فيه اي مشكله، حتى لو قاعد على الدكه، طالما بقى عنده حاله الرضا وواثق ان مديره الفني واخد القرار الصح، الامور بتتغير تماما عند اللاعب ونفسيته. ده المعنى الوحيد اللي افهمه من كلام الكابتن حماده طلبه عن مستر فيريرا. فاصل، وبعد الفاصل هنلتقي بالنجم الكبير كابتن احمد عبد الحليم لنتكلم معه عن الزمالك والمنتخب وكل الامور الاخرى. أهداف وزنها ذهب تظل عالقة وحاضرة في أذهان وقلوب عشاق كرة القدم على مستوى العالم، كونها تسببت في حصد ألقاب وبطولات غالية وحولت وجهة العديد من الدروع والكؤوس. وعلى مدار الألفية الحالية سجلت عدد من الأهداف البيضاء التي أغمرت عشاق الزمالك بالفرحة وأدخلت السعادة على قلوبهم، ودخلت ضمن الأهداف التاريخية التي من الصعب نسيانها. وأطلق تامر عبد الحميد صاروخاً لا يصد ولا يرد نحو مرمى الرجاء المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2002 لتعانق الكرة الشباك وتعلن عن اعتلاء الفارس الأبيض عرش الكرة في القارة السمراء. ويسجل حسام عبد المنعم هدفاً لمصلحة الزمالك في شباك الإسماعيلي بالمباراة الختامية للدوري موسم 2002-2003، يعانق على إثره الفارس الأبيض درع المسابقة عن جدارة بعد تعثر غريمه التقليدي الأهلي أمام إنبي. وفي الوقت القاتل من عمر مباراة الزمالك وسموحة يسجل حازم إمام هدف تتويج أصحاب الرداء الأبيض بلقب كأس مصر موسم 2013-2014، لينجح أبناء ميت عقبة في الحفاظ على اللقب. ويتألق باسم مرسي ويحرز ثنائية تاريخية للزمالك في شباك الأهلي بنهائي كأس مصر موسم 2014-2015، ليجمع أبناء الفن والهندسة بين الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ 27 عاماً. وبأعصاب حديدية ينجح محمود علاء في تسجيل هدف معادلة الكفة أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية 2019 لتتنفس جماهير القلعة البيضاء الصعداء قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح. ويستطيع أحمد سيد زيزو بامتياز من تسجيل الركلة الحاسمة التي أعلنت الزمالك بطلاً. تتواصل الأهداف الحاسمة والغالية على قلوب الزملكاوية، ويحرز المغربي أشرف بن شرقي ثنائية تاريخية في شباك الترجي التونسي، ينجح من خلالها الفارس الأبيض في حسم لقب السوبر الإفريقي في فبراير من عام 2020.
نجح المنتخب المصري الأول لكرة القدم من استهلال مشواره في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بالفوز وتحقيق النقاط الثلاثة في مواجهة نظيره الغيني مساء أمس الأحد بملعب القاهرة الدولي. واستطاع منتخب أحفاد الفراعنة في الاختبار الأول للمدير الفني الوطني إيهاب جلال من الظفر بالانتصار على حساب غينيا واعتلاء صدارة مجموعة التصفيات برفقة منتخب مالاوي قبل التوجه إلى إثيوبيا من أجل خوض مباراة الجولة الثانية. وعلى مدار تاريخ مواجهة منتخبي مصر وإثيوبيا ظهر التفوق الكاسح لأحفاد الفراعنة خلال 17 مباراة سابقة بين الطرفين، وحقق منتخبنا القومي الفوز على إثيوبيا في 13 مباراة مقابل خسارة مباراتين والتعادل في مواجهتين أيضاً. وأمطر الفراعنة الشباك الإثيوبية ب 56 هدفاً مقابل 14 للمنافس. المواجهة الأولى بين مصر وإثيوبيا كانت في عام 1956 بتصفيات دورة الألعاب الأولمبية، ونجح الفراعنة يومها من الفوز برباعية حملت توقيع رفعت الفناجيلي هدفين ومحمد دياب العطار ديبا وحسن آدم. ومن المفارقات في تاريخ مواجهة مصر وإثيوبيا أن المباراة الأخيرة أيضاً قد شهدت على فوز الفراعنة برباعية، وذلك في مواجهة ودية في أغسطس من عام 2002. أهلا بكم مرة تانية، وطبعا في برنامج زملكاوي نتشرف دائما بوجود الكابتن أحمد عبد الحليم ضيف هنا معانا، لأنه كابتن أحمد يعني قامة كبيرة من قامات نادي الزمالك وتاريخ كبير، ولا عن نفسي يعني وجوده معايا بتشرف شرف كبير وغير عادي، ودايما بسعد بأن أنا أحاوره وأتناقش معاه ونبقى يعني في قامة زي كده من قامات نادي الزمالك أتكلم معها وأتناقش معها وأستمع إليها سعيدا فرحا بصراحة يعني. لكن في البداية طبعا لازم أحييه على وجوده معنا هنا. تسلم حبيبي، الله يخليك، منورني دايما. الله يبارك فيك يا حبيبي، وشكرا على لا دي حقيقة كابتن أحمد، مقدمة جميلة دي طبعا من القامات الكبرى يعني المميزة في تاريخ نادي الزمالك، محب لنادي الزمالك، مخلص لنادي الزمالك، في كل الصفات اللي تخليك يعني نجم من نجوم جمهور الزمالك على مدار التاريخ. الحمد لله، يعني ده بفضل ربنا طبعا. أنا النشأة والتربية بتاعتي كانت بتخليني كده يعني، صحيح ما اقدرش ابقى غير كده يعني، واخد بالك؟ وبعدين بقى الاضافة بقى طبعا، لان انا الحمد لله لعبت وبطلت في نادي الزمالك لم اذهب الى اي مكان. عشان اقول لك انت كتاب مكتوب عليك بالظبط يعني. ما انا بقول لك يعني، فطبعا وغيري كتير جدا برضو محبين وعاشقين نادي الزمالك اكتر مني كمان، فالحمد لله ان احنا بننتمي لهذا الصرح العظيم جدا يعني. تحب تبدأ بالمنتخب ولا نادي الزمالك؟ شوف انت بقى عايز ايه يعني. انا خلاص تبدأ بالحدث اخر حاجة اللي هو المنتخب. رؤيتك ايه للمباراة امس يعني قصاد غينيا، سواء الاداء او الخطة؟ لا ما انا يعني انا برضو مش يعني كملايين الناس المشاهدين اللي اتفرجوا مش هتكلم على ان المنتخب لعب بشكل جيد او لعب بشكل وحش، وانا هغير الكلام ده. تمام. المنتخب هذه المباراة لم تكن على المستوى اللي احنا بنتمناه، وده نتيجة أسباب كتير جدا 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 من وجهة نظري أنا، ممكن تختلف من بني آدم لبني آدم. صحيح. إنما أنا بقول احنا المنتخب المصري، مجموعة الأفراد التي تمثل المنتخب المصري سواء من الأندية المصرية أو من المحترفين، المحترفين كلهم بيمروا بحالة فنية مش كويسة. ليه؟ ما هو انت ايه الدوري المصري بتاعنا، الدوري المصري بتاعنا احنا شايفين المستويات اللي بتتلعب فيه. خلاص والانديه اللي هي بتتصارع على المنافسه اذا كان الزمالك او الاهلي او بيراميدز، صحيح، هم دول الثلاثه المقدمه يعني، شايفين مستواهم الفني عامل ازاي، واخد بالك ازاي؟ بالاضافه للاعيبه المحترفين اللي بيجوا يلعبوا برضو طبعا اقواهم وافضلهم اللي هو محمد صلاح طبعا. صحيح. محمد صلاح برضو طالع من يعني عايز اقول ايه، حالات نفسيه كتير جدا، خسارته للدوري، خسارته للبطوله الاوروبيه، عدم الصعود لكاس العالم، خساره عدم الصعود مع مصر لكاس العالم، قبليها خسر بطوله الامم الافريقيه، اللعيب اللي احنا بنبني عليه امال كتير جدا 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 برضه حالته النفسيه، ولا بد ان انا اديله العذر. فانت مصطفى محمد مثلا ما بيلعبش اساسي، النني ما لعبش خالص، ده لعيبه مجموعه التريزيجيه اتعور وهو بيسخن. مرموش الولد يعني بيحاول الماتش اللي فات بيلعب في مركز غير مركزه، يعني انا شايف
مجموعة المحترفين ومجموعة اللعيبة اللي هم المواطنين أو اللي موجودين في الدوري المصري حالتهم الفنية مش ولا بد. عشان حتى كده أحمد زيزو لعيب في مركز غير مركزه برضو, دي برضو من الحاجات اللي هي يعني آه زيزو بيعرف يلعب يعني, بس ده التألق ده منتخب مصر يعني ممكن أنا أستخدم زيزو في الموضوع ده في النادي النادي يقبل هذا, إنه منتخب مصر أنت بتاخد اللعيب اللي بيلعب في المكان الكويس في المكان بتاعه. وزيزو بتالي لو محمد صلاح ما بيلعبش في الجنب اليمين لازم يكون هو موجود. صحيح, لازم يكون هو موجود. أنا حتى قلت أيام كيروش قلت الراجل لازم يدور على طريقة يستفيد منها بزيزو يعني حتى لو هيلاعب صلاح راس حربة, واخد بالك ازاي, لان زيزو كان لازم يبقى موجود. فالماتش اللي فات زيزو ما لعبش في مكانه, اثر جدا على مستواه, حاول, ولكن العدله بتاعته قوي بتبقى موجوده على اليمين. ده ما يمنعش ان زيزو بيعرف يلعب على الشمال وبيعرف يلعب في النص يعني يقدر يلعب في كل المراكز, مركز 8 وجناح شمال وجناح يمين, يعني هو يستطيع انه يلعب في كل المراكز ولكنه بيبدع في المركز اليمين. واخد بالك ازاي. طبعا هو ما لعبش في المركز ده خالص الماتش اللي فات لان اللي لعب محمد صلاح. برضو انا استغربت يعني طالما هتلاعب زيزو وصلاح راس الحربه لازم يبقى مصطفى محمد لازم يبقى مصطفى محمد ما يبقاش مرموش. يعني انت بتلعب على مصر في مصر على ملعبك, الطبيعي ان انت الناحيه الهجوميه عندك تبقى عاليه جدا, الطبيعي ان الكرات العرضيه تبقى كتير جدا. بيتهيألي مصطفى محمد موجود في المكان ده عشان هو اميز واحد بيلعب في المكان ده. برضو عدم وجود مصطفى برضو اثر, يعني اثر معايا انا شخصيا. انا بتكلم, انا ممكن اكون ارائي كلها ممكن ما تكونش كويسه وما تكونش صح, لكن انا بقول لك عليا انا, انت بتقول لي ايه رايك, فانا بقول طباعك يعني. فطبعا برضو بعد اللعيبه كتير جدا عن مستواها, واخد بالك ازاي, اثر على ادائنا ككل. بالاضافه بقى انا بدي المدير الفني عذر, لان المدير الفني ايهاب جلال يعني بصراحة يعني أنا لما سئلت أول ما اتحط قلت لو أنا قاعد في اللجنة اللي بتختار واتقال حسام حسن ولا إيهاب جلال, يعني بص بلاش نحط حسن شحاتة معاهم عشان ما يصحش. صحيح, ما ينفعش يعني حسن شحاتة ما ينفعش حقيقي. ما ينفعش طبعا. إنما لو الموضوع بين إيهاب جلال وبين حسام حسن أنا شخصيا أنا هختار حسام حسن وليه أسبابي. على فكرة هذا لا يقلل أبدا أكيد. أنت لما بتختار بين اتنين كويسين, بس بتقول لي ايه رايك, فانا بقول رايي من خلال مثلا رؤيتي انا الشخصيه. انما لو الناس اختارت ايهاب جلال يبقى خلاص هو يستحق لان هو رشح لهذا المكان. صحيح. الراجل جاي, انا بتابع طبعا, بتابع الاعلام وبتابع اللي بيتكتب وبتابع هو الله يكون في عونه. هو جاي مضغوط. لا بصراحه اقول لك على حاجه, هو دائما بيشتغل المدير الفني وهو يعلم تماما ان الرضا من الناس هيكون عن طريق النتيجه الايجابيه فقط خلاص, ويكون صحيح. بيلعب كويس. يعني انت ممكن تعذر بعض المدربين تيجي تقول ايه احنا كسبنا النهارده مش مهم بعد كده الاداء. انما ايهاب جلال محتاج الاثنين الناس. ايوه ليه عشان ان هو ما عندوش خلفيه. بص معلش والله طبعا الراجل ما عندوش خلفيه جماهيريه ولا شعبيه زي الناس اللي مسكت منتخب مصر. عندوش ظهير جماهيري زي بيقول, هو ده الكلام, واخد بالك. فطبعا بصراحه انا بعتبره في الحته دي الله يكون في عونه. الله يكون في عونه طبعا. والناس طبعا عندنا في مصر يعني على طول السرعه في انها تاخد الراي موجوده وتقول رايها موجوده, وان يبقى واخد انطباع عن ان كذا وكذا وكذا موجود, واخد بالك. فطبعا هو بيشتغل بطريقه صعبه جدا بالنسبه, هو قال ايه, تدريب المنتخب غير تدريب الأندية. صحيح. ولا وتدريب بعض الأندية اللي هي ما فيهاش جماهير أو مش جماهيرية مختلف عن تدريب الأندية اللي جماهيرية. فإيهاب في حاجات كتير جدا مثلا جه اشتغل في نادي الزمالك واشتغل في المصري اشتغل في الإسماعيلي, النجاح ما حلفوش في أغلب الأماكن دي كويس, واستطاع ان ينقذ الاسماعيلي من الهبوط بس الموسم اللي فات. يعني طبعا ده برضو يعني انقاذ الاسماعيلي من الهبوط ده ما يعتبرش, انا فاهم, بالنسبه للنادي الاسماعيلي ما يعتبرش انجاز. انا بكلمك ان هو برضو الجو اللي بيشتغل فيه ايهاب جلال, انا بقول الله يكون في عونه. ولكن برضو انت, هو عنده فلسفه دائما بيتحدث عنها انه عايز يلعب كره جميله ويبتدي يلعب الكره من تحت
زي ما احنا بنتفرج عليه في الدوري العام. صحيح. عايزه وقت الموضوع ده، وعايزه تآلف، وعايزه مستوى. يعني الكلام ده كله عايز حاجات كتير جدا عشان يوصل للهدف اللي هو بيعمله. بالاضافه ان انت بقى لازم كمان تعمل نتائج، ما انت ما حدش يعني في بعض الانديه ممكن تخفق بس الناس تستحملها. صحيح. الانديه الجماهيريه الشعبيه ومنتخب مصر الموضوع صعب، واخد بالك ازاي؟ فطبعا انا بدي له عذر، ولكن على كل حال هي خطوه ايجابيه ان انت فزت باول مباراه، لان برضو المباراه كانت رايحه للتعادل. صحيح. يعني واحنا قاعدين بنتفرج خلاص حسينا بالتعادل فعلا، مفيش حاجه خالص. الدقيقه 88 انت جبت الهدف. يعني بصراحه يعني فالحمد لله الموضوع عدى، وان شاء الله اللي جاي يعني هم عندهم ماتش يوم 9 مش كده؟ مع اثيوبيا. مع اثيوبيا. هيتلعب فين الماتش ده؟ في ملاوي. في ملاوي ان شاء الله يعني نرجع برضه بالثلاثه بونت دول، ونتمنى كتير ها لو رجعنا بالثلاثه بونت هيفرقوا على الكابتن ايهاب فرق كبير جدا. يعني ما هو انت دلوقتي برضه ما يعني اثيوبيا طبعا مع الاحترام الكامل لاثيوبيا خسرت اول ماتش قصاد ملاوي، يعني الفرقه دي ما ينفعش تقارن بيك. ما ينفعش يقارن بيك، يعني انا لما قلت لك حسن شحاته ما ينفعش يتقارن بالاسماء دي. صحيح. لا. مصر كمان ما تقارنش بالفرقه دي، واخد بالك ازاي؟ مع ذلك انت برضه عندك حاله من التردد في ان انت تكسب الماتشات دي، واخد بالك ازاي؟ لان الحاله الفنيه زي ما بقول لك انا، والحاله الفنيه على فكره بيتوقف عليها حاجات كتير جدا جدا جدا. قول زي ما انت عايز. اتمنى لهم طبعا الفوز في المباراه اللي جايه عشان يبقى 6 بونت من الماتشين، وبعد كده يبص بقى للي هو بقى انه يعمل بقى مستوى، يعمل اداء، يعني الكلام ده يبقى موجود ان شاء الله. الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه الكابتن ايهاب رسميا تقريبا من يوم 31/5 ما بدا المعسكر، او من 31 لغايه 15/6 اللي هو اخر مبارياته مع، او 14/6 مع كوريا الجنوبيه. هل الوقت ده مع مدير فني لاول مره يتولى مسؤوليه المنتخب وصاحب مدرسه، او هو بيقول انه صاحب مدرسه البناء الهجمه، أيوه. هل يقدر يظهر لنا مثلا في المباراه الاخيره قصاد كوريا الحاله دي، باعتبار انه بيبقى بقاله 14 يوم بيدرب اللعيبه على المنطق ده، ولا لا هيكمل زي ما هو كده واحده واحده وبعدين يبقى يشوف؟ لا صعب. صعب جدا، يعني اللي هو البيلدنج اب ده اللي هو بيشتغل بيه ده عايز نوعيه من اللعيبه عندها ثقه في نفسها جدا وفي امكانياتها الفنيه جدا، عايز لعيبه بتتحرك كويس قوي، الحركه الاليه موجوده بشكل الاستلام والتسلم يبقوا كويسين جدا جدا، في حاجات كتير جدا عايزه وقت اطول شويه. وانا يمكن قريت تصريح لكروش قال لك ان اللعيب المصري في حاجات في اساسيات كره القدم مش موجوده عنده. صحيح. واخد بالك ازاي؟ فاحنا دايما انت شايف كده؟ طبعا طبعا، حتى لو انضموا للمنتخب بعد. بص انا لا اتحدث عن المنتخب الكبير والدرجه الاولى، خلاص ده مستوى، بس مرحله البنى الشباب والناشئين يعني والبراع مدارس الكره يعني انا شايف ان المنظومه كلها، يعني هو ما بيعمل لك مسابقه، اما بيعمل لك مسابقه لاولاد عندهم 11 سنه و10 سنين يبقى فيها تنافس، هل ده يصح؟ يعني انت بتلعب مباراه ومدرب واقف لك على الخط بيزعق للعيب عنده 10 سنين و11 سنه عشان ازاي يكسب؟ خد بالك من القصه دي. ومده المباراه، مده المباراه تلت ساعه، المدرب مطالب بانه يلعب في التلت ساعه دي 40 لعيب، خد بالك من القصه. فاللعيب بينزل يلعب 5 دقائق ما بيلمس الكره مرتين وبيضيع عليه يوم، يعني حتى المباريات التدريب في البراعم اهم 100 مليون مره من المباراه. فهنا في اخطاء كتير جدا جدا جدا، يعني اخطاء من تحت، فلما بتوصل فوق تنظيم التنظيم الكروي كله، يعني من بدايه انك نعلم اللاعب ازاي يسك من الفريق الاول اللي وصل الغسل خلاص خلاص. انما انت بتتكلم على انا شخصيا اول مسابقه رسميه ابتديت العبها تحت 15 سنه 14 سنه، يعني 15 سنه سنه 71 لعبنا بطوله تحت 15 سنه، ده سن مقبول بالنسبه لي، 5 سنين في مدرسه الكره اتعلم. انا بقول لك اهو ان اول مسابقه رسميه، يعني انا لما اخش النادي عندي 9 سنين وابتدي تحت 15 سنه العب اول مسابقه رسميه، مفيش اي ضغوط، المدرب قاعد يعلمنا، واخد بالك ازاي؟ انما النهارده
ممكن يجي مدرب يقول لك اصل كابتن احنا لو ما كسبناش البطوله هتمشوني. كلام طبعا بالنسبه للبراعم شيء طبعا مش منطقي. وللاسف انا مش بتكلم كده يعني فلسفه ولا حاجه، اشتغلت بره مصر انا كتير جدا، واشتغلت في البراعم وكنت عارف المنهج بتاع التعليم ازاي. واخد بالك؟ عندنا طبعا في النادي عندنا خبير في براعم الكوره اللي هو الكابتن علي خليل ربنا يكرمه، خبير ده يعني صحيح. راجل برضه اشتغل في الخليج كتير جدا. وعلى فكره علي من الناس اللي الحاجه الجميله جدا اللي معاه كابتن علي يونس، عارف علي يونس انت بتاع الاسماعيلي طبعا، حاجه 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 جميله جدا. لو الفرصه هيعملوا حاجه كويسه للنادي ان شاء الله. انما انا بتكلم بقول لك ان فعلا احنا ناقصين كتير جدا 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 في مرحله التعليم الاساسي. انت شايف ان اللي قاله كيروش امر صحيح؟ مليون في المية. اذا بالمنطقيه دي ملعبش بطريقه البنى، هو هيجد صعوبه. لان انت لما تيجي تلقى ان بعض اللاعبين وخصوصا المدافعين اصلا النهارده جرى العرف على اننا المدافع لابد انه يقول قوي، يكون قوي، يكون بيقطع الكره كويس، بيتوقع كويس في حاجات كتير، بيغطي كويس، بيلعب بدماغه كويس. انما بدايه الهجمه للمدافع عايزه نوعيه خاصه من اللعيبه. دي على فكره ما بتبقاش موجوده في ناس كتير. يعني انا يهمني، انا احمد عبد الحليم اهو، يهمني المدافع يقطع الكره. يعني انا اقول له اقطع الكره وسلمها لاقرب واحد. انما تقطع لي الكره. يا بختي بقى بيه لو هو بيعرف يبدا الهجمه وبيعرف يباصي وكل دقيقه الناس رايحه للجول. صحيح. واخد بالك ازاي؟ ففي حاجات طبعا، هو انا بقول لك هو هيتعب لان النوعيه بتاعت اللعيبه برضو محدش يمكن قال لهم الكلام ده قبل كده، كان كل تركيزهم بان هم ازاي يقطع الكوره، ازاي يفسد هجمه. الكلام ده طبعا ربنا يوفقه، انا اتمنى انه يعمل طبعا كده. محدش ما بيحبش الكوره الممتعه والناس تبدا من تحت وحاجات كده كتير، بس عايزه جهد كبير جدا. السؤال بقى عالميا في كام نادي بيعمل الحكايه دي؟ لا هو في كتير، لان اللي انا اقول يعني اللي انا بقول لك عليه، اللي انا بقول لك عليه بيعملوه يعني بيشتغلوا البراعم. هو ده رخم مثلا المدرسه بتاعت النادي كلها بتبقى قايمه على كده. هقول لك على معلومه. لما كنت بسافر مثلا، كنت في نادي الوحده، كنا بنسافر نعمل معسكر بره في اي بلد اوروبيه، في الوحده، في العين، في اي نادي من اللي اشتغلت فيهم. كنا اللاعب نروح مثلا نقول لهم احنا جايين بفرق كتير جدا، النادي كله تقريبا طالع معسكر. فعايزين نعمل ماتشات اللي هي زي ايه، تنشيطيه كده. لما نلعب في السن الصغير قوي، نلعب مثلا 10 سنين و11 سنه، نكسبهم زي ما احنا عايزين. كل ما السن بيكبر الامور بتتلاشى لغايه لما يلعبوك بفرقه مثلا 17 سنه 18 سنه انت ما بتشوفش. يعني هم بالنسبه لهم كره القدم بقت حاجه تانية خالص، مستوى تاني خالص. فده تاكيدا للكلام، تاكيدا للكلام ان الناس بتتعلم لدرجه ان هي بتوصل لمرحله النضج بقى لما بتكبر. فانت ما بتجدش مشكله، انت ما بتجدش مشكله لما اللعيب بيبقى عندك كمدرب طبعا مكتمل. راخر ايه اللي خلى كروش يقول كده؟ من التعامل. على فكره هو له تجارب في المنطقه العربيه، يعني جه درب في الامارات وانا موجود. اما خرج من الامارات، هو طبعا ما يصحش ان المدرب يقول كده. صحيح. لان انت عندك فكره عن الفرقه، عن النادي، عن البلد اللي انت جاي تتفرج عليها ونوعيه اللعيب. صحيح. هو قال كده برضو في الامارات. يعني نفس الموضوع ده قاله، واخد بالك ازاي؟ طب ما هو يعني مع ان هو مدرب عالمي واسم كبير جدا وبرضو لا يقارن بالناس اللي هتشتغل بعديه مثلا، ولكنه برضو انت جيت ليه اشتغلت وقبلت؟ ما انت عارف ان الامكانيات في الوطن العربي قليله. الحاجات اللي انت عايزها دي موجوده في اوروبا، مش موجوده عندنا. فيا ريت الناس تشتغل. يمكن لما لقى ان في صلاح وفي نني وفي تريزيجيه بيلعبوا في الدوري عشان كده اعتمد هو على المحترفين، فقال لك اللي اشتغل على كده. يعني هو قال لك برضه محترفين، بس هم محترفين امتى؟ ما هو برضه ما تنساش ان الاولاد دول احترفوا كبار، يعني برضه مش صغيرين. البنى صلاح احترف 2012. كان عنده كام سنه؟ 21 سنه. كويس. كان برضه مرحله البنى، ومع ذلك صلاح تحس انه اتبنى من جديد. غير نفسه خلاص. ففي حاجات طبعا هو طبعا اعتمد على المحترفين مع بعض اللعيبه الموجودين في الدوري المصري، واخد بالك. ومع ذلك برضه في الاخر، على الرغم ان هو حاول جدا، بس برضه في الاخر يعتبر فشل. بس هو لعب بطريقه كيروش، يعني انا مش عاوز نتكلم في القديم، بس هو لعب بمنطقيه امكانياتي كده. ادافع، احاول اخطف جون،
ودافع قوي كمان ولو ما حاولتش مش مشكله بالظبط، وعملها في افريقيا لدرجه انك لعبت 4 مرات اكسترا تايم وصلت للنهائي وكنت كويس يعني، وصلت للنهائي بجهد وعرق اللعيبه بالاضافه للتخطيط الدفاعي. وجينا نفس الشيء مع السنغال هنا، خطفنا جون وامننا ورحنا هناك تلينا مأمنين لغايه الاخطاء بتاعتنا في ضربات الجزاء. كابتن ايهاب مدرسه تانية خالص، مدرسه ينظر الى البنى بالتمرير والهجوم. العناصر اللي موجوده بمنطق حضرتك ما تنفعش تشتغل بالطريقه بتاعته الا اذا خدنا وقت طويل قوي في التدريبات والتعديل وطموح اللاعب وكل حاجه بتقول عليه ده، وده ما فيش وقت تقريبا بالنسبه للكابتن. ما فيش وقت، هو بيلعب ماتشات يعني، هو لعب امبارح وهيلعب بعد يومين ماتش رسمي برضه، وبعدين هيلعب معاه وبعدين هيرجع الدوري العام هنا يشتغل يعني. هو برضه في حاجات كتير جدا بتحد من فكرك يعني، الموضوع ده عايز وقت، عايز وقت عشان تشتغله. انت الوقت هتجيبه منين؟ هتجيبه منين الوقت؟ الوقت بتاعك محدود، واخد بالك ازاي؟ بالاضافه ان برضه طبعا طبعا يعني مثلا الكابتن الله يرحمه الجوهري راح كاس العالم، وكان كنا ساعات حتى دول غيروا طرق اللعب وحراسة المرمى والكلام ده من ماتش مصر وايرلندا، لان احنا كنا ساعتها ما طلعناش بره ال 18 كده. يرجع الكابتن هشام ياكل للكابتن شوبير، كابتن شوبير الكابتن هشام كان اللعب كله جوه السكس ياردة ويمسكها بايده الكابتن شوبير وينزلها على يعني بلغوا التسليم ان الحارس برمى يستلم الكره بايده. ده نوع من انواع كره القدم اللي لعبها الكابتن جوهر الله يرحمه، ونجح بيه، نجح بيه جدا يعني، خد نقطتين واخد بالك، بس نجح بيه مع كاس عالم ما عملهمش لغايه دلوقتي، نجح بيه مع المنتخب. ما هو الجوهري برضه لازم انت تتابعه في الـ في الـ في الاماكن اللي اشتغل فيها، لما جه اشتغل في الزمالك اشتغل بطريقه مختلفه تماما تماما. فخد بالك برضه نوعيه المدرب، ما ينفعش اجي اشتغل بنفس الشكل في كل حته. واخد بالك عارف ازاي؟ كابتن ايهاب جلال امبارح بعد في تصريحاته في المباراه قال جمله غريبه جدا. قال ان انديه الدوري لا تؤدي او لا تلعب باسلوب ينفع اسلوبي. طب نغير مين بقى؟ اغير ال 15 نادي او ال 20 نادي؟ لا، ما انديه الدوري مين؟ المصري. لا، ما هو انت انديه الدوري المصري اللي هم بيشكل منهم المنتخب اللي هم الزمالك والاهلي وبيراميدز. الثلاثه بيلعبوا 4-3-3 ويمكن بيراميدز لما غيروا المدرب وجابوا اللي هو جونياس اليوناني ده، تركيز جونياس، هو من المدرسة برضو الناس تبدا من تحت. وعلى فكره كان بيلعب كده في وادي دجله، كان صحيح. بيلعب وكان على طول مهدد بالهبوط. يعني كان على طول مهدد بالهبوط، وفي اخر اخر 10 مباريات شالوه وجابوا حد تاني عشان يبقوا. ما انا بقول لك اهو، الاستاذ اللي بعديها نزلوا يعني. يعني انت ممكن تبقى قاعد بتتفرج على وادي، عشان كده انا بقول لك كنت تستمتع بوادي دجله، لكن بالظبط كده. ليها يعني ليها شروط، الموضوع ده له شروط تلعبه بس له شروط. واخد بالك ازاي؟ فطبعا هو ما هو برضه يعني اذا كان الزمالك او الاهلي او اي نادي بيلعب، اكيد اكيد انا كمدرب بقول له العب مثلا، العب الجون بيلعب بايده للمدافع مثلا، وبعدين المدافع يبتدي الهجمه. صحيح. بس في ناس بتستغل الامكانيات اللي موجوده قدام وفي نص الملعب احسن استغلال. يعني في واحد يقول لك انا عايز كوره والتانيه تتلعب قدام عشان عندي راس حربه بيستطيع يخلص. لا، بيستطيع انه يحتفظ بالكوره في نص ملعب القسم يوم ينقل الهجمه لنص ملعب، وانا عايز كده. كره القدم انا عايز العب في نص ملعب، انا عايز اروح للجول. صحيح. ما انا مش هقعد انقل الكوره ورا. انا عايز اروح للجول، فعندي مواصفات كره تروح لونج رايت زي زيزو يعدي ويلعب لي الكوره اوفر. ما هو ده الكوره، هي دي الكوره، هي دي الكوره. انما فرحتي ان انا اقعد انقل الكوره وماليش اي خطوره. واخد بالك؟ زمان الانجليز يمكن طوروا دلوقتي، كانوا بيلعبوا حاجه اسمها كيك اند رش. الكره من الجون للجون، واخد بالك؟ اللي عندك الغلبه والقوه ان انت تقدر تحتفظ بالكره في نص ملعب القسم، يبقى انت الخصم، يبقى انت تمام. كانت الكره كده. صحيح. وكانت كره برضو الدوري الانجليزي برضو بطريقه اللعب دي كان اقوى دوري طول عمره. صحيح. واخد بالك ازاي؟ طوروا دلوقتي لما دخل جراديولا مش عارف يعني، برضو في ناس دخلت طرق لعب، ومع ذلك برضو هتلاقي 90% بيعتمدوا على ان الكره ازاي تتلعب بسرعه وتروح ملعب الخصم عشان نجيب جول. انما ان انا احتفظ بالكوره، طب ما انا ساعات الزمالك بيقعد ينقل الكوره
بعض اقول لك اقول للمدرب في الاستوديو اقول يا جماعه البطء في التمرير بيخلي التيم اللي بنلعبه بيرجع في ثانيه يتمركز ويقف ويقفل لك ممر الطرق التحرك بالظبط. وكره القدم لعبه ايجابيه كره القدم اللي اخترعوا اللي هو ايه اللي هو تمرير الكوره كره القدم او الكره دي الكره الشامله دي الهولنديين. اين الهولنديين من انجازات في العالم؟ مفيش. الهولندا خدت كاس اوروبا فقط 88 وكان بعث ايام فان باستن وكان عندهم برضو مجموعه من اللعيبه اشتغلوا حالات فرديه يعني روت خوليت ده وفان باستن دول كانوا حاجه مش طبيعيه واخد بالك ساعدتهم المهاره الفنيه بتاعتهم وقوتهم في انهم ياخدوا بطوله اوروبا انما غير كده عملوا نفس الشيء مع ميلان يوصلوا نهائي كاس العالم مع ميلان يوصلوا نهائي كاس العالم ما ياخدوش وهم بيلعبوا كره في منتهى الامتاع فكره القدم الممتعه لا تكفي يعني طبعا هو كابتن ايهاب جلال له الحريه في الطريقه اللي يشتغل بيها واللي وصلته واللي هيتحمل المسؤوليه في الاخر يعني واللي انما طبعا انت بتتكلم بطريقه شامله يعني كره القدم هي كره القدم دي ايجابيه والايجابيه بتيجي من ان انت تلعب في نص ملعب الخصم والايجابيه بتيجي بان انت تروح للملعب للجزء الدفاعي بتاع الخصم بسرعه خلاص اذا قدرت تعمل كده فانت مدرب ناجح صحيح لا كلوب وجوارديولا تقريبا بيلعبوا الاستراتيجيه انت بيلعبوا في ال 18 بتاع المنافس طول الموسم يعني كمان في كل المباريات لا اصل دول عندهم فلسفه وعندهم الحاله البدنيه بتاعت اللعيب تستطيع اولا عندهم بص عندهم الاستلام والتسلم يعني جوارديولا زمان الكتاب جوارديولا صارف تقريبا حوالي 20 مليار جنيه من ساعه ما مسك مانشستر سيتي صح مظبوط ولما كان مع برشلونه كان كده تعالى كان شوف نوعيه اللعيبه هو له طريقه لعب صحيح بيجيب اللعيبه اللي تنفع طريقته اللي تنفع طريقته ومع ذلك بيصرف مبالغ باهظه في الحصول على اللعيبه دي عشان يلاقي الجوده دي كويس تعالى بقى انت انشيلوتي في ريال مدريد ما بيلعبش بالطريقه دي كلاسيكي تماما مش كده بيحققوا كل حاجه كل حاجه بيحققوا وده المهم صحيح واخد بالك ازاي فهي مدارس ولكن نوعيه اللي هي بيلدنج اب دي اللي هي الهولنديين اخترعوها واخد بالك ازاي هم نفسهم ما بيحققوش بيها اي انجازات صحيح كابتن ايهاب جلال امبارح لعب اولى مبارياته الناس كعادتنا يعني نرجع للماضي يقول لك بس اصل كيروش كان افضل انت عارف طول الوقت اللي فات احسن من اللي موجود يعني احنا دائما بنشتغل بالحكايه دي والطريقه دي هل ده برضه يمثل ضغط على الكابتن ايهاب ولا المفروض الحاجات دي يبعدها خالص عن تفكيره بص ايهاب جلال بص في اي وقت وفي اي حالات محطوط تحت ضغط تمام ومش هينفعه مش هينفعه غير النتائج الايجابيه انا بقولها لك بمنتهى الصراحه لان هذا الرجل انت قلت بدون ظهير جماهيري صحيح وانا بقول لك بقى وكمان بدون ظهير اعلامي خلاص فالراجل ده عشان كده انا بديله العذر بديله العذر بشكل قوي جدا لانه هو مطلوب منه تحقيق النتائج الايجابيه فقط لا غير غير كده هيتقال الكلام اللي انت بتقوله ده لان هجوم 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 طبعا يعني طبعا هو عارف كده وبيعتبر ده برضه يعني هو برضه لما يكون معلش يعني يكون بره ايهاب جلال يعني حتى المذيع امبارح علي محمد علي قال لك ما لعبش دولي صحيح صح يعني اسمه كلاعب كوره طبعا لاعب كوره محترم وكل حاجه ولكن اسمه لما يوصل بانه هو يبقى مدرب المدير الفني لمنتخب مصر الاول على فكره ده شيء محترم قوي 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 هو يعلم عشان يوصل لكده هو ده الكلام هو يعلم القيمه وعلى فكره هو يعني على قد معلوماتي يعني عنه انه ملوش حد بيطبل له عشان يوصله المكان ده ده اتعرض الاسم والناس اختارته ده شيء جيد جدا على فكره بالنسبه له بالنسبه نجاح. له شيء جيد جدا ناجح ان كل مسيرته نجح ده بالظبط كده فانا بالنسبه له وجوده في انا اتمنى له طبعا هو دلوقتي المدير الفني انا قلت لك عشان برضه ابقى صريح هو طبعا سمعها انا قلت لو الاثنين بتختاروا وانا قاعد هقول حسام حسن مظبوط ولكن دلوقتي اختاروا ايهاب جلال اتمنى له طبعا كل التوفيق لان احنا بنبقى قاعدين وعايزين منتخب مصر يكسب ايا كان اللي ماسك صحيح المقارنات لما تيجي تحط كيروش او كوبر او اي حد من اللي مسكوا المنتخب او حسن شحاته يعني برضو ايه السي في بتاعهم ما ينفعش يتقارن كلاعيبه او مدربين يعني برضو ايه يعني العمل التدريبي بتاعهم طويل جدا
انجازاتهم عاليه جدا جدا جدا، فما ينفعش يتحط جنبهم حد من الجداد واخد بالك. انما انت ممكن جات لك الفرصه، انت اجتهدت وصلت لهذه المكانه، جات لك الفرصه ان ربنا يكرمك. سبحان الله، يعني ممكن تعرف ممكن يتحول تحول غير طبيعي، ويمكن هو حاطط في اعتباره انه نجح في الدوري المحلي بالطريقه دي، واخد بالك، ممكن ينجح مع المنتخب، ربنا يوفقه ان شاء الله. بس المواجهات الفرق الافريقيه اللي هي صاحبه القوه البدنيه، وانا ممكن تعمل ضغط عالي في التمرير، في المبدا انت ممكن تخطف منك. انا فاكر زمان بس كانت في كره اليد تقريبا الكابتن عاصم السعداني كان بيلعب لعب اسمه مان تو مان، ودي اول مره كانت تحصل تقريبا في كره اليد في التاريخ، وكنا بنخسر في لحظه انه يضغط عليك لحاله الضغط العالي وتخطف وتخسر المباراه بفرق هدف واتنين، رغم ان تقريبا كتبت هذه الطريقه باسم الكابتن عاصم. لكن مش دايما الطريقه دي تنجح مع اللعيبه اللي عندهم قوه بدنيه، والافارقه قوه بدنيه غير عاديه، قوه بدنيه ولياقه بدنيه. لياقه بدنيه كمان عشان انت ايه، انت برضو من ضمن الشروط ان انت تقدر تحتفظ بالكوره تحت الضغط، او الكره تتلعب لك وانت مدي ظهرك للخصم. في حاجات كتير جدا موجوده في الكوره. فهل الامكانيات الفنيه اللي موجود فيها اللاعب المصري دلوقتي الحالي يستطيع انه يلعب بالطريقه دي؟ والله لو موجود الموضوع ده وقدر يوصل لهم طريقه ان اللعيبه تفضى عشان تقدر تنقل الكره، والله اهلا بيك، لان احنا كلنا بنحب كره القدم الجميله. صحيح، واخد بالك، انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا. لو تيم قوي ابتدى يعمل عليك الضغط عشان ياخد منك الكره، ده موجود. لو قابلت الجزائر ده موجود، هعمل نفس الطريقه دي هتبقى صعب جدا. ده موجود طبعا. قابلت الكوت ديفوار او السنغال، ما هو انت برضه تعرف تفرض اسلوبك في بعض في اي وقت باي حد. هو ده. وعلى فكره معلش، احنا قمه نجاحاتنا في كره القدم بالمصريين لما كنا بندافع كويس جدا وبنتحول النواحي الهجوميه، ما عدا فضل الكابتن حسن الاستثنائيه العبقريه يعني كابتن حسن شحاته ست سنوات من الاداء برضو الغير مسبوق. بص حسن، انا اشتغلت معاه كتير يعني غير اللعب، يعني اشتغلت معاه كتير. الكابتن حسن بيحب كره القدم الجميله. خلاص، ما عملها فعلا رقم يعني بالنسبه له اللعيب اللي ما بيلعبش كره كويسه ما هو برضو هو كراجل مدير فني قدير جدا. بس كان معاه مجموعه من اللعيبه اشتغلت زي ما هو عايز، من اميز الاجيال اللي جت مصر صراحه يعني، واخد بالك، فساعدته على انه يلعب بالطريقه دي. يعني انت برضه بس ما كناش بنلعب التيكي تاكا، كنا بنلعب الكوره السليمه الكلاسيكيه الواضحه، بس الاستحواذ ما كانش فيه لسه البيلدنج اب ده. ما كانتش الموضه دي طلعت، ما كانش يحبها الكابتن حسن، كانت الكوره الشامله بتاعت هولندا. بس كان ما كانش الضغط على القسم موجود برضه، الضغط على القسم المنافس، فكان في الفرق بتدي لك مساحه تستلم الكره وتسلم، واحنا لعيبتنا كانت كويسه. كانت لعيبتنا كويسه صحيح. فطبعا بيختلف الزمن، بيختلف نوعيه اللاعب، تختلف المنافس اللي هتلعبه. زي ما انت قلت، ممكن منافس اقدر استطيع ان انا اطبق طريقه اللعب دي واظهر بشكل قوي جدا وعالي جدا، وفي منافس تاني لو عملت معاه كده زي ما انت بتقول هتلاقي نفسك كل دقيقه هم رايحين للجول يعني. صحيح. يعني لو كنت بلعب مع السنغال كده كانت هتبقى مشكله كبيره. طيب، مباراه مصر مع قصاد اثيوبيا هيغيب عنها محمد صلاح بسبب الاصابه. هل شايف ان ممكن ليها اثر ولا لا؟ المجموعه اللي موجوده دي تستطيع ان تفوز على اثيوبيا بسهوله يعني. اصلا الماتش بتاع امبارح انا ما شفتش فيه حاجه يعني. ما شفتش حاجه لصلاح حتى، صلاح برضه كان بيلعب مصاب. والغريب انه سابوا لاخر لحظه وهو يعلم يقينا انه مصاب. ده طبعا مش عارف بقى بصراحه اقدر اقول ايه في الكلام ده، ولكن طبعا يعني صلاح مش هتكلم عنه يعني خالص، يعني انا اتكلمت عنه بما فيه الكفايه، يعني ده راجل فخر لينا كلنا طبعا. في اي وقت وفي اي زمان. لو ما لعبش محمد صلاح هو مش هيفرق. هو دائما محمد صلاح حتى بيفرق ازاي؟ ان عين الانتباه الاخرين عليه على الاقل يعني. برضه يعني معلش يعني مدي لك تقل يعني. ما هو مدرب غيني قال كده، قال لك ان الكوره لما كانت بتروح لصلاح كانت اللعيبه بتتوتر، رغم ان صلاح ما عملتش حاجه لكن كانت بتتوتر، فده مكسب. مدي لك تقل. يعني النهارده مثلا منتخب اثيوبيا ده الناس برضه حاطه في دماغها محمد صلاح يعني رقم واحد. صحيح. ومنتخب مصر طبعا بما له من قيمه شيء على جنب، بس كمان محمد صلاح بيضيف لهذه القيمه. ف
بتالي مع ان اثيوبيا اتغلبت الماتش الاولاني واخد بالك ازاي وهم بيلعبوا بره بلعبهم، بتالي يعني محمد صلاح يعني مش دي المباراه اللي ما يفرقش فيها. خد بالك يعني من القصه، انما صلاح لعيب يفرق في اي وقت مع اي حد. انما انا الماتش اللي امبارح ما شفتش منه حاله فنيه للعيبه اقدر اقول اه النهارده بقى صلاح كان النهارده احسن واحد غيابه هيأثر، لا الكلام ده مش موجود. صحيح. وكده بالتالي احمد سيد زيزو الطبيعي ان هو يلعب بقى في مركزه الطبيعي كاحمد سيد زيزو مكان صلاح في المباراه اللي جايه، الا اذا حصل بقى يعني وانا ما اعرفش يعني بتكلم على المنطقي ما اعرفش دماغه. لا المنطق طبعا بص انا لو زيزو معايا وانا مسؤول هلعبه هلعبه في مكانه حتى لو هو بيلعب هو محمد صلاح. لان محمد صلاح انا ممكن العب بيه في حتت كتير جدا. صحيح. لان هو ايقونه. واخد بالك ازاي؟ يعني ممكن استغل الاثنين في الملعب، انما زيزو ما ودهوش على الشمال، زيزو يلعبه على اليمين يلعبه الهاف لو في طريقه 4 3 يلعبه الثالث. واخد بالك ازاي؟ انما الشمال دي صعب. ثالث يمين. ممكن الشمال دي يلعبها في حاله استثنائيه مره مع تغيير مركز. 10 دقايق ربع ساعه في يعني بس باقي انما انما ان انا احجمه ان يلعب في المنطقه دي لا. واخد بالك ازاي؟ تمام. فربنا يسهل يعني ويوفقهم طبعا الباقي يعني. ان شاء الله. تعالى بقى نروح للزمالك. الزمالك لعبته للامانه في الماتشات الاخيره في المنتخب سواء الونش او امام او زيزو اداء يعني مقبول. يعني باطار بشكل عام حتى كان امام في الشوط الاول من افضل اللعيبه في مباراه غينيا ان كان غيره يعني كابتن ايهاب. ده بقى هيكون ليه اثر مع ماتش اثيوبيا وبعدين ماتش كوريا على الزمالك في مباراه القمه، لكن هاخد بقى الاجابه دي بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. اهلا بكم مره تانية وما زلنا مع الكابتن احمد عبد الحليم وخلصنا كلام عن المنتخب وهننتقل بقى كلامنا عن نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك في المنتخب بعد عودتهم من المنتخب ومشاركتهم بقى في مباراه القمه. هل التواجد مع معسكر المنتخب 15 يوم وبعدين تيجي 3 ايام ما قبل مباراه القمه، هل ده عادي وطبيعي وان اللعيبه تقدر تستعيد اجواء الدوري، ولا انت شايف انه زي ما اداره الزمالك بتفكر وبتطلب تاجيل مباراه القمه؟ والله بص انا شخصيا وانا بتفرج على الماتش على لعيبه الزمالك اللي موجوده في المنتخب امام والونش وزيزو يعني الحقيقه يعني التحول اللي حصل في مستواهم شيء جيد جدا بصراحه. يعني انا طبعا بتفرج عليهم بنظره مستواهم في الزمالك. طبعا كنت بقول برضو ايه ما وصلوش لسه للحاله الفنيه اللي احنا عارفينها عنهم. بصيت لقيت تطور قوي جدا خصوصا طبعا الونش. يعني الونش في الماتش بتاع المنتخب ده يعني بصراحه تمسك الخشب. امام عاشور طبعا اجتهد وبيحاول طبعا بيحاول بس برضو كان افضل من ماتشات الزمالك. واخد بالك؟ زيزو طبعا اتظلم في المكان ومع ذلك برضو تحس انه موجود ادى برضو حاول. فانا شايف ان هم يعني حالتهم النفسيه والمعنويه جيده وان شاء الله يفوزوا في الماتش اللي جاي ورحله كوريا تبقى موفقه بالنسبه لهم. رجوعهم اكيد مع بقيه زمايلهم بحاله نفسيه ومعنويه جيده بيتهيألي هتضيف لهم في المباراه بتاعه القمه دي. واخد بالك ازاي؟ طبعا ده شيء جيد. انا كنت سعيد بيهم يعني. تمام. سعيد بادائهم. واخد بالك؟ ولو انه برضو ما وصلوش للحاله اللي انا بقول لك عليها الحاله اللي هي تتمناها يعني. انما مستوى كويس. اتمنى ده يبقى موجود في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله. الزمالك هيلعب ماتش الداخليه وراه في كاس مصر الجديد. وبعدين الى مباراه القمه. في وسط كميه من الشائعات تطارد الفريق والنادي بشكل غريب جدا. يعني كنت حتى في البدايه بقول انا مش عارف المفروض ان احنا فلاتر نعدي الميه يعني زي كميه اخبار ضد النادي خلال 8 ايام تقريبا. 8 ايام؟ في 8 ايام في خلال 80 سنه. لا خلينا دي قصه ثانيه التاريخ كله يعني. لا. آه. لا لا لا
ليه؟ طب ليه؟ الموضوع يا شادي كان زمان الموضوع قليل، يعني بيطلع اخبار برضو عن نادي الزمالك بس على ما بتطلع بقى بس وقت بقى كانت الجرايد الجرايد الورقيه فبتاخد وقت وبتاع، ومع ذلك برضو ما كانش الزمالك بيسلم. دلوقتي المواضيع بقت سريعه جدا. صحيح. وبعدين كل اللعيبه اللي بتاعت نادي الزمالك هتمشي. صحيح. مفيش حد قاعد، واي لعيب الزمالك بيفاوضه ناس تانية بتاخده، ولاعيبه الزمالك هي اللي بتعمل مشاكل، ومجلس اداره نادي الزمالك هو اللي بيعمل مشاكل، وكأن نادي الزمالك هو الوحيد اللي موجود في الخريطه المصريه. واخد بالك ازاي؟ فانا يعني لما اقعد اطلع على اللي بيحصل ده، كل ده بيزيد والله العظيم بجد من التفاف جمهور الزمالك حوالين النادي، لانه يعلم تماما ان 95% من اللي الناس بتتحدث فيه ده كاذب، والغرض منه تجاري. صحيح. والغرض منه البيع. خلاص. والنهارده خلاص اتفهم ان انت عشان تتشاف والناس تجري وراك والناس تسمع لك والناس تشوفك في الفيديو، اشتم في نادي الزمالك. اشتم وانتقد نادي الزمالك، وجيب اخبار عن نادي الزمالك بطريقه سلبيه، ما تجيبش اخبار كويسه. يعني بص، الاخبار الكويسه هتلاقيها ايه؟ واحد على مليون. واخد بالك ازاي؟ انما الاخبار اللي هي اللي هي دائما بيبقى فيها لغط هتلاقي ناس كتير جدا بتتحدث فيها، وده انا بعتبره اليومين دول بيبيع. يعني برضو في ناس بيوتها مفتوحه وبيريح. يعني وجهه نظري انه بيريح. طبعا طبعا. بيريح اخرين لما يقعدوا يسمعوا تفاصيل، وكان الزمالك فيه يعني بحور من المشاكل، في ناس بترتاح. ما هو ده، ما انا بقول لك، هو يعني خلاص الامور اتكشفت بقت معروفه، جماهير نادي الزمالك فاهمه الموضوع كويس، خلاص فاهمه الموضوع كويس. وعلى فكره الموضوع المواضيع دي بتزود جدا شعبيه نادي الزمالك، وبتزود جدا 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 ارتباط الجماهير بتاعت نادي الزمالك بيه اكتر. تصور. صحيح. يعني ارتباط غير طبيعي. ايه يعني لعيب ما جاش النادي؟ يعني لعيب لم يوفق في انه يجي النادي. خلاص الدنيا ما تهدتش يعني. او لاعب مشي من النادي، ايه اللي يعني حصل؟ يعني انا شايف، ما انا بقول لك يعني الناس ما تعملهاش حكايه قوي. واخد بالك؟ اصل نادي الزمالك اللي يجي نادي الزمالك لازم يكون عارف قيمه نادي الزمالك. صحيح. انا ما يلزمنيش حد ولا يفرق. واخد بالك؟ اي حد ممكن يقارن نادي الزمالك باي حد. واخد بالك ازاي؟ فالنهارده تتعمل قصه. اصل كمان نادي الزمالك بالاضافه لتاريخه العملاق نادي غني، نادي بيدي رواتب عاليه، يعني ممكن اعلى من بعض الانديه الاخرى. طبعا. فبالذلك كل الاغراءات موجوده في الزمالك. طبعا. جماهير. بطولات. رواتب. يعني لا، مش عارف ليه بقى يطلع صياغه ان مش عايز، اصله رغبه اللاعب. رغبه لاعب ايه اللي مش عايز يجي الزمالك ده؟ برضو معلش يعني. نادي الزمالك برضو بيعتمد على نفسه. صحيح. برضو. وانت لازم تحطها دي في اعتبارك. يعني الموارد التي تاتي الى نادي الزمالك، نادي الزمالك هو اللي بيجيبها، ومجلس الاداره هو اللي بيجيبها. اوعى تفتكر ان في حد بيتدخل. مفيش دواعي. لا 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 لا. لا 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 لا. فالكلام ده بتجد حرب، ما هو انت حرب. الحرب ليه؟ عشان انت برضو لما يطلع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور يقول لك احلام جماهير نادي الزمالك اوامر. صحيح. ما هي دي برضو في ناس ممكن تقعد تتفرج عليها تخلعهم. تخلعهم من جوه. واخد بالك ازاي؟ تخليهم قلقانين يعني. بالظبط كده. فانت النهارده القلق ده هحاربه ازاي؟ كل شويه اطلع حاجه، كل شويه اطلع حاجه. يا اخي يعني معلش، الزمالك ده من تاريخ الازل جت لعيبه عظام جدا 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 وبطلوا ومشوا، وجت ناس تيا، ونادي الزمالك باقي. نادي الزمالك باقي. صحيح. دلوقتي الاداره الحاليه بتستطيع انها يعني بيقول لك، يعني وصلت لدرجه ان هو بيقول لك احلام جماهير نادي الزمالك اوامر. يعني انا هجيب لكم اللعيب. طب وده شيء جيد. صحيح. ده شيء يسري الرياضه والمنافسه. واخد بالك ازاي؟ يعني يا جماعه المنافسه لابد انها تتشعب. لو المنافسه كترت هيبقى في مستوى. مظبوط. هيبقى في دوري الناس بتقول عليه دوري محترم. واخد بالك؟ انما لما يبقى المنافسه مقصوره ومفيش حد عايز، الكلام ده كله كلام فاضي مش موجود في اي حته في العالم.
واخد بالك؟ فطبعا اتمنى طبعا الامنيه دي مش هتتحقق. يعني الامنيه دي عمرها ما هتتحقق ان الناس تخف شويه على نادي الزمالك، وانا بقول لك مش هتتحقق لان نادي الزمالك برضو هو منجم لناس كتير جدا مفتوحه بيوتهم من نادي الزمالك، من اخبار نادي الزمالك. صحيح. هو فتح بيوت ناس كتير، المحبين والكارهين. انا لا، المحبين ده شيء يعني شيء يحيى عليه الناس طبعا اللي مسؤوله. يعني انا النهارده بالمناسبه يعني كان عندي اجتماع، انا ما اتفرجتش للاسف على الماتش بتاع الاتصالات ده. كان عندنا اجتماع اللي هو اجتماع قطاعات الكوره. واخد بالك؟ اللي هو قطاع الناشئين والمدرسه وبتاع. انا كنت سعيد جدا بالمجموعه اللي بتشتغل في النادي دلوقتي. يعني انت لو قلت لك الاسماء كلها اسماء خدمت نادي الزمالك، واسماء فيهم اسماء يعني مثلا الدكتور جمال عبد الله ده نائب رئيس جامعه حلوان. صحيح. يعني حتى راجل غير انه لعيب كوره كان محترم كمان من النواحي الاكاديميه، يعني ده راجل يعني اضافه لينا. محمد حلمي رئيس القطاعات، طارق يحيى، عصام مرعي، طارق يحيى ماسك مدرسه الكوره، حسين عبد اللطيف، تامر عبد الحميد، كل الاسماء دي بتشتغل. فشيء علي خليل في مدرسه الكوره حاجه جميله جدا، واخد بالك ازاي؟ فالناس دي كلها عشان تيجي تشتغل، معلش يعني ما هم بياخدوا رواتب. صحيح. وبياخدوا رواتب مش قليله. انا بتكلم بقول ان نادي الزمالك فيه يعني الحمد لله. ده الكلام ده يعني لو انا يعني بقول كلام من ورا عشان واحد يجي يقول لك انت بتشتغل، لا ما يعني خلوا الامور دي، ما حدش يبقى ضعيف النفوس وقاعد بيشتري بيتفرج يجي يقول لك احمد عبد الحليم بيطبل. لا انا مش بطبل، انا بتكلم حقائق. مجموعه كبيره جدا 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 من الناس اللي كانت خدمت نادي الزمالك دلوقتي بتشتغل في نادي الزمالك، ويعني والاداره ما بتقولش لا لحد. ده شيء جيد جدا. لعيبه الدرجه الاولى دلوقتي هل بتسمع ان في واحد عنده شكوى في موضوع الفلوس؟ لا مش كده؟ في اللحظات دي مفيش اي حاجه مش كده؟ طيب جبنا راجل خبير فيريرا، صح ولا انا غلطان؟ يعني عندك مدرب على مستوى عالي جدا، وجهاز المعاون جبار كبير، جهاز المعاون محترم جدا جدا سواء المصري او البرتغالي، مش كده؟ لعيبه مستحقاتها اصلا. الراجل رئيس النادي بيقول لك هجيب لكم الحاجات اللي انتوا بتتمنوها. طب ما انا عايز الاستقرار ده ينصب عليا في الملعب بقى. لكن ازاي بقى ده يحصل؟ ازاي ده؟ ازاي لعيبه الزمالك تخرج من المنطقه دي بالشائعات الكتيره دي في مباراه مهمه جدا، اللي هي مباراه القمه، بطوله خاصه زي ما بنسميها بعيدا عن مشوار الفريق في الدوري، وكمان مباراه مش هقول سائريه يعني، ما بحبش انا منطق الصقر ده، لكن بعد في الدور الاول الزمالك خسران المباراه. طبعا. ففكره ان انت مش هترد يعني، لكن هتجتهد عشان تفوز والحاجات، كل الضغوط دي بقى اللعيبه تخرج منها ازاي؟ لا هو هم دول لعيبه كبار متمرسين. هم اللي لعبوا الماتش الاولاني وشافوا خلاص دلوقتي الفرصه رجعت لهم تاني للمنافسه، بس عشان تنافس بجد لابد المنافس بتاعك تاخره. من عوامل المنافسه ان انت تاخره. صحيح. فطبيعي جدا ان انت هتبذل مجهود قوي جدا 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 عشان تقدر توصل لده، لان المنافس برضو محترم، فرقه محترمه يعني. واخد بالك ازاي؟ فانت عشان تثبت ان انت كنت احق بالدوري وان انت متصدر الدوري دلوقتي هتعمل كل شيء عشان تفوز. ده شيء طبعا يعني الجهاز الفني والاداري والمسؤولين في النادي عارفين الكلام ده بيوصلوه للعيبه. اللعيب كمان بقى المتلقي نفسه بيتعامل ازاي مع الموقف. انا كلعيب كوره حصل اخفاق في المباراه الاولى وقد ايه انا اتعرضت لانتقادات. صح. انا كلعيب كوره. صحيح. طيب دلوقتي انا راجل الحاله الناس، معلش هي الماتشات ما بتنسيش طبعا. صحيح. ولكن بتعدي. مباراه كره قدم وعدت وداخل على مباراه تانية، لابد ان انت تتعامل معاها على ان انت الموضوع ده مهم جدا جدا بالنسبه لك، لان انت لو عديته هتفرق معاك طول الموسم. بالتالي اللعيبه بتفكر في كده، وانا شايف التمرين يعني النهارده الراجل لعب بكل اللعيبه اللي كانت في مباراه مصيره الاتصالات. لعب تقريبا ثلاث فرق مختلفه، ثلاث اشواط بكل شوط تشكيل. تشكيل، واخد بالك؟ هو بيجهز الناس كلها وبيشوف، ولكن طبعا مع رجوع اللعيبه بتاعه المنتخب، مع ان شاء الله طارق حامد برضو يرجع يبقى سليم.
وبالتالي الامور شيكابالا اهو ابتدى يعني ان شاء الله مهم جدا وجود شيكابالا بصراحه. بس انا النهارده زعلت جدا ان حازم امام اتعور. ارجو بس هو شد خفيف، هو خافوا انه الموضوع اتطور. ارجو بقى انها تكون اصابه خفيفه ان شاء الله، لان حازم مهم جدا في الفتره جداً. اللي جايه دي كباتن الزمالك من وجهه نظري سواء تشيكا او عبد الشافي او حازم مهم جدا دورهم خارج الملعب كمان خلال الفتره الجايه. بيتهيألي يعني هو طبعا شيكابالا يعني مهم جدا. يعني شيكابالا مهم جدا جدا جدا، لان شيكابالا اسمه وخبراته وتاريخه بيشفعوا له ان هو يقعد مع اي لعيب واللعيبه تسمع كلامه. صحيح، واخد بالك ازاي؟ طبعا دي حاجه مهمه. يعني مثلا برضو احنا واحنا بنلعب كان في ناس كبار بيقعدوا معانا وبيكلمونا وبيوعونا. احنا لما كبرنا وبقينا في موقع المسؤوليه الكبيره يعني كنا بنقعد مع اللعيبه وكانوا بيسمعوا كلامنا، فالامور متلاحقه يعني. واخد بالك؟ فانا ان شاء الله يعني انا ما اعرفش طبعا الماتش هيحصل فيه ايه يعني. ربنا بقى يعني اهم حاجه لا ما اعرفش، مش النتيجه، سيبك خلي النتيجه. النتيجه طبعا عند انا ما اعرفش السيناريو، هل هيتلعب المباراه، هيتاجل، حاجات كتير جدا ما اعرفش اللي هيحصل. انما في كل الحالات انت تعمل الاستعداد الكامل لان انت تواجه الاول الداخليه في الكاس ومن ثم مباراه الاهلي في الدوري. صحيح. طيب احنا دلوقتي هنطلع مجموعه من الصور هتطلع قصادنا. لازم كده ما نقدرش نعديها يعني. حضرتك تقيم لنا هؤلاء درجات يعني. محمد ابو جبل والله امبارح يعني هو حاجه كويسه امبارح. الكور العرضيه كان بياخدها بشكل كويس قوي. انما طبعا لم يتعرض لاي شيء، لم يختبر اختبار جدي، ولكنه تحركاته جوه 18 جوه الجول جوه 18 كانت هايله جدا. كم درجه من 10 يعني امبارح؟ يعني اصل يعني تعامل مع الموقف بشكل جيد. ما تديلوش اقل من 7-8 يعني. تمام. انت هتدي درجات لعيبه المنتخب؟ يا راجل. اصل بص هقول نلغيها يعني. لو عاوز نلغيها لك لو عاوز. لا انا بالنسبه لي اصل درجات يعني، ما هو انت اللعيبه ادت مباراه متوسطه جدا يعني. مش هدي حد لعب حاجه يعني، مفيش يعني صحيح. مصطفى محمد بس لما لعب ياخد درجه عاليه جدا لان هو اللي كسب الفرقه. واخد بالك ازاي؟ هو اللي كسب الفرقه. صحيح. وبعدين برضو انا ما زلت موجود بقول لمصطفى محمد موجود راس حربه سليم لازم يبقى هو الاساسي بتاع منتخب مصر. تمام. بس هنحب برضو نسمع منك الدرجات. يعني انا مفيش حد في المنتخب هيزيد عن 6. عن 6. طب وايمن من ضمنهم ولا اقل؟ كله محدش هيزيد عن 6. تمام. يعني ما نجيبش الصور الباقي. انا بالنسبه لي يعني اصل المباراه ما فيهاش مفيش مشكله خالص، بالعكس ما فيهاش. بقول لك ما فيهاش اللي هو ايه يعني، كانت مباراه حماسيه، مباراه قويه، في لعيبه كانت باينه قوي بشكل غير عادي. صحيح. يعني كل الكلام ده ما يعني مع احترامي ليهم طبعا. يعني بس طبيعي، ده حقك. بقول لك يعني ما فيش يعني كل اللعيبه اللي لعبت في اطار الست نقاط ما حدش استاهل اكتر من 6. لما بقول لك هي متوسطه. فالدرجه 6 دي متوسطه بذلك كويسه ان شاء الله خير، وربنا يوفق المنتخب فيما هو قادم ويوفق نادي الزمالك ان شاء الله. وبشكر الكابتن احمد حليم على وجوده معايا، وشرف ما بعده شرف يعني. الله يخليك يا حبيبي، انا اللي ليا الشكر وبشكرك جدا يا شادي. وطبعا برضو من الحاجات الكويسه فيك ان انت بتدي الفرصه للواحد يتكلم كتير جدا يعني، فانا بشكرك على اتاحه هذه الفرصه. الله يخليك كابتن، تسلم لنا. فاصل، وبعد الفاصل التقي مع الناقد الرياضي عاطف عبد الواحد لنتكلم بقى عن قضايا ونناقش معاه حاجات كتيره جدا. رايك كيف اداء المنتخب والفوز واول مباراه لاياب جلال المدير الفني والفوز على غينيا وابرز اللاعبين في المباراه؟ والله هي كانت مباراه موفقه لحد ما للكابتن ايهاب جلال، ولسه برضو ما فيش تجانس مع بعض اللعيبه. بس طبعا لما مصطفى محمد نزل عمل طفره غير عاديه في الهجوم، وابرز اللعيبه طبعا كان مصطفى محمد لما اتعمل التغيير بتاعه نزل فعمل طفره، وتدل على كده ان هو احرز هدف. فعامه هي بدايه موفقه مع منتخب مصر في الماتش الاولاني. ان شاء الله ماتش اثيوبيا الجاي برده هنبقى موفقين. وعامه احنا مش عايزين نستعجل على الكابتن ايهاب جلال. الكابتن ايهاب جلال مدرب كويس ومدرب وطني، فاحنا عايزين نشجعه ونقف جنبه علشان خاطر نديله الفرصه ان هو يكمل مع منتخب مصر. نتمنى الشفاء لتريزيجيه، وكان حظ موفق ان بدا مكانه زيزو. كان عامل مجهود كويس جدا، طيب طول الشوط الاول. استغربنا جدا ان هو في بدايه الشوط الثاني خرج، كان عامل مجهود كويس. وربنا وفق مصطفى محمد امبارح انه احرز الهدف.
كان بيواجه انتقادات كتير، فربنا كرمه ان هو احرز الهدف. المباراه كانت كويسه واللعبه كانت كويسه، وكابتن مصطفى محمد طبعا انا ماليش تعقيب وما ينفعش اعقب، لكن انا اقول ان هو المفترض كان يلعب من الاول. دي اكيد خطوه كويسه للبدايه ليه. احنا اكيد الكابتن ايهاب جلال يعني بنتمنى له التوفيق وبندعمه كلنا، خلاص هو اختيار وقع عليه فلازم ندعمه شئنا ما بينا. والفوز الحمد لله على المكسب، دي بدايه كويسه رغم ان الاداء ما كانش كويس خالص يعني، بس الكابتن ايهاب المفروض عنده فكر وعنده شغل عايز يطبقه وعايز يعمله، هياخد وقت كبير جدا، لازم نستنى وندور على النتيجه دلوقتي. النتيجه طبعا بالنسبه لاول ماتش دي طبعا نتيجه كويسه جدا، خصوصا ان هو بيقدم عناصر جديده طبعا زي ابراهيم عادل، وخد قفشه تاني وخد كذا لعيب تاني، فان شاء الله نوصل لمستوى اعلى من كده في المباريات القادمه ان شاء الله. بدايه طيبه ان شاء الله، وعندنا لعيبه هنا بتاعت نادي الزمالك كابتن زيزو ومصطفى محمد طبعا غيروا من مجرى الماتش يا كابتن، وطبعا احنا لسه بدايه لافريقيا وان شاء الله باذن الله اللي هيبقى جاي احسن لعيبه، والكابتن ايهاب جلال طبعا راجل لسه بيجرب طبعا، وان شاء الله هيستقر، واللي جاي باذنك يا رب المنتخب يبقى احسن باذن الله ويبقى افضل من الماتش اللي هو فات بتاع امبارح ده، واداء كويس باذن الله ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر. هي بصراحه كاول تجربه يعني هنلتمس العذر ليه طبعا، وحكم ان الفرقه فعلا غنيه قويه، مش فرقه سهله يعني. التشكيل طبعا هو مضطر ليه لانه لسه بمجمعهم فتره قريبه قوي، فخد التشكيله بتاع كيروش وايه ومشي بيها على طول. ايه في هو بس احنا كنا يعني تعليقي على الامر، انا كنت اتمنى ان زيزو يلعب مكانه. انا معلش بحكم ان انا برضو لو طبعا معلش احنا بنعدلش، بس احنا بنقول ايه لو زيزو لعب تحت محمد صلاح كان يبقى افضل كتير قوي. فوز مهم جدا طبعا في اول الطريق، بيبدا بيدينا امل ودفعه معنويه كبيره في ثلاثة بونت مهمين جدا طبعا. ابرز اللعيبه كان كابتن امام عاشور طبعا، لاعب عالف وما شاء الله مستواه بيزيد كل ماتش عن الثاني، بنتمنى منه الاستمراريه باذن الله. هو طبعا ما عجبنيش الخطه خالص، لان مفيش خطه خالص، وبعدين الراجل عندك لعيب كويس جدا اجرأ لاعب في الملعب، اجرأ لاعب في الملعب اللي ممكن يشوط لك من بره خط 18، ممكن يعمل اي حاجه في ثواني تطلعه زيزو. الحمد لله الاول اللي احنا كسبنا، بس يعني الطريقه يعني احنا مش هنقيم كابتن ايهاب جلال في الاول، هو لسه ده اول ماتش ليه، والمباراه الاولانيه تتقام على اللعيبه وبعدين على الكابتن بقى ايهاب جلال في الاخر. هو كان اداء كويس بس ما ينفعش نقيم مدرب من اول مباراه، بس ان شاء الله في المباراه الجايه نشوف مستوى احسن من كده. وكان ابرز اللاعبين الكويسين كان امام عاشور واحمد سيد زيزو ومحمد صلاح، دي كان لازم نعمل سكور اعلى، بس الحمد لله يعني ربنا موفقنا، واللعيبه كانت ادائها يعني مش كان اللي هو برضو. اهلا بكم مره تانية في زملكاوي، واحنا دلوقتي في فقره النقد الرياضي، ومعانا النقد الرياضي والصحفي الاستاذ عاطف ابو واحد. اهلا بيك استاذ عاطف ومنورنا هنا في زملكاوي. نورك، سعيد ان انا اكون معاك مره تانية وتالتة و10 ومليون ان شاء الله. ببقى سعيد ان انا اكون موجود معاك يعني. حبيبي عاطف. طبعا ما ينفعش يعني نبدا الا كلام عن المنتخب المصري، الحدث ولسه كمان قدامه مباراتين، سواء المباراه الرسميه الثانيه اثيوبيا او مباراه كوريا الجنوبيه الوديه، والكابتن ايهاب جلال وفوزه الاول في مباراته الاولى. شايف انه المكسب ده حتى وان كان الاداء يعني مش هو الذي كنا نامله، لكن المكسب ده يفرق مع الكابتن ايهاب؟ هو رقميا يفرق طبعا، انك تبدا اول مباراه وانت معاك 3 بونت، وخاصه انك بتلعب مجموعات وعايز تاهل عن طريق منافسين كمان، ده شيء جيد. لكن ليه اول اداء، انا في عندنا اكلاشيهات وجمل كده تحس اننا ايه بنحطها على جنب على مستوى الكره المصريه عموما عشان نقولها وقت البتاع يعني. اول ما لو رجعت حتى لبدايه المنتخب مع حسام بدري او بدايه المنتخب مع اجيري او كروش، حتى عندنا جمل اصله محتاج وقت، اصله لسه الجهاز الفرقه اللعيبه ما هضموش الخطه. بيفكرني دايما ايه الدوري المصري اول في بدايته، فمثلا نفسك ايه بعد الاسبوع الخامس او السادس يقول لك ايه احنا لسه في حمى البدايه، يبقى مثلا الدوري الاسباني او الانجليزي او اي دوري المباراه بادئه مثيره واهداف وعامره بكل انواع الاثاره. واحنا عندنا مثلا دوري بادي باهت وبعدين بقى لسه معلش اصل حمى البدايه والفرقه لسه، وبعدين احنا بقى لنا
اللعيبه يعني ايه بتلين، يعني اللعيبه ايه بادئه في البدايه على ما تاخد وقت، ونيجي في الاخر يقول لك اسمع ايش اللعيبه مجهده. بص انا شايف انه نجاح كابتن ايهاب مع منتخب مصر بتوقف على قدرته على انه يفرض شخصيته في اوضه اللبس، انه ازاي يقنع مجموعه المحترفين ولاعيبه الاهلي والزمالك ان هو المدرب الجدير بانه يقود منتخب مصر. لو قيمنا ماتش غينيا انا شايف انه هيبقى تقييم يعني صعب قوي ليه. احنا بنتكلم على 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 حسن الكابتن ايهاب حسن الوحيده تقريبا في الماتش ان احنا كان الاستحواذ بتاعنا اكبر. احنا دايما في المباراه الاخيره سواء بطوله الامم الافريقيه او 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 حتى ماتشين تصفيه كاس العالم كان احنا في الماتش ده كان الاستحواذ بتاعنا 61% 39 لمنتخب غينيا. ده الحاجه الوحيده الايجابيه. لكن لما تيجي تشوف بقيه الارقام كلها هتلاقي ان احنا مثلا عملنا 17 كره عرضيه منهم واحده بس ممكن اللي هي سجلت خطوره. هتلاقي ان احنا عملنا 10 محاولات على المرمى منهم ثلاثه بس اللي فيهم ملمح خطوره. هتلاقي ان احنا في الضغط لا اون تارجت يعني اللي هو اللي هي دي اللي واحده بس اللي داخل الجون اللي كره مصطفى محمد واللي كان فيها وجايب الضالين زي ما بنقول يعني خبط هنا على في اثنين لعيبه. انت احتجت 87 دقيقه عشان توصل لاشباك المنافس بتاعك. استمرت في نفس بس كان هل في محاولات؟ ما انت بتقول ما كانش في محاولات اساسا. انا بقول لك واخدت 87 دقيقه يعني حتى اول يعني في 87 دول بقول لك احنا عملنا تقريبا 10 محاولات منهم ثلاثه يعني فيهم ايجابيه شويه واحده المرمى. الرقم اللي يخض قوي ان احنا بقينا مستمرين في ده. احنا 1-0 احنا بالظبط في اخر 10 ماتشات منهم 7 امم افريقيا في الكاميرون واثنين قدام السنغال ومباراه غينيا فاحنا مسجلين 4 جوان 6 جوان في 7 ماتشات. 7 ماتشات ورقم طبعا في 10 احنا في امم افريقيا ده يعني لولا المغرب وهدفين المغرب كنا هدفين المغرب وجايبين في المجموعات في سواء في اللي هو في السودان هدفين ادي 4 وجبنا في السنغال هدف وادي هدف جاب 6 جوان. مصطفى محمد بيعود لي هذا الشباك بعد 8 شهور من الغياب. بنتكلم على 10 ماتشات وجاب 3 اهداف رسميه تقريبا يعني في الاخر برضك انت بتتكلم على مفترض ان هو ده المهاجم الاول لمنتخب مصر. بيجيب بيقعد 10 ماتشات صايم ثم بيتسجل في المباراه 9 ماتشات صايم بيسجل في العشر او بيسجل في العشر تقريبا 737 دقيقه وده كان اخر مباراه الجابون. اخر مباراه كانت ليبيا كانت الجابون اللي مع الكابتن حسام البدري لا كان جاب في ليبيا لما كان ليبيا هناك لما كان ليبيا 3 هناك هو كان جاب جول. هو بعد ده كان صايم 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 حتى في افريقيا ممكن نقول ان كان بياخد دور دفاعي لكن في الاخر انت كدور المطلوب منك كمصطفى محمد كمهاجم الناس كلها فاكره ان صلاح وزيزو ضيعوا ضربات الجزاء لكن اللي ضيع ضربه الجزاء اللي ضيعتها الرسمه بتاعت مصطفى محمد اللي خلى فانت بتتكلم على مهاجم مصر الاول. ده انا 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 المعادله اللي مضايقاني قوي اللي فارقه معايا قوي قوي ان احنا ما بقاش حتى بنتعلم من اوروبا بنتعلم ولا حتى من افريقيا. بمعنى انه التغيير المستمر للمدربين عندنا ده افقد منتخب مصر افقد المنتخب وافقد افقد هويته شخصية. ما بقاش عنده شخصيه كبيره قوي قوي. احنا بنتكلم لما نشوف المانيا فوق ال 112 سنه جايب 10 مدربين بنتكلم على 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 هانز فليك ده هو المدرب ال 11 لمنتخب المانيا يوكيم لوف قعد 15 سنه من 2006 ل 2021 فبنتكلم 15 سنه تالق في منتخب ولا وتالق في منتخب وايه واخفق يعني ايه يعني خد مونديال البرازيل وخرج بعد كده من دور الاول بطوله كاس العالم التالي في الاخر بس في الاخر ايه مدرب مشروع. لما تقول ان ديشامب مع منتخب فرنسا قاعد من 2012 لحد النهارده والاتحاد الفرنسي خلاص بيتفق معاه انه تقريبا بطوله كاس العالم في قطر هتكون البطوله الاخيره بالنسبه له سواء فاز بالمركز الاول او خسر او يعني بغض النظر عن النتيجه مش معناها البطوله الاخيره دي البطوله الاخيره ليك وتقريبا الاقرب هو زيدان. لما تتكلم على منتخب ايطاليا وانه جاب روبرت مانشيني بعد الخروج من ده خد بطوله امم اوروبيه ثم فشل بطوله عارف انت بتجيب مدرب لمشروع يعني لو ناس ثانيين شافوا مثلا روبرت مانشيني بعد ما فشل انه يروح مع منتخب ايطاليا لقطر كان اول حاجه يعملوها ايه؟ امشي شكرا. لكن في الاخر انا جايب مدرب لمشروع مش بس بقت اوروبا اللي تعمل ده افريقيا عامله ده. بص على السنغال هتلاقي الو سيسي معاهم من فتره لحد ما نضج مع المنتخب خد مركز تاني في 2019 في مصر الماضي مع الجزائر ثم انا كنت لسه اقوله بس انا اقول ايه سيف سيسي خد مركز تاني مع منتخب السنغال في مصر خد اول مع منتخب السنغال في الكاميرون ثم اتاهل بكاس العالم وكاس العالم 2018 كان موجود في روسيا مدرب المشروع مش مدرب بجيبه ده. شوف انت جمال بالماضي مع منتخب الجزائر شوف وحيد خلدوتش مع منتخب المغرب سنين رغم الضغوط اللي بتعرض لها يعني تقريبا في مقاطعه من منتخب المغرب
ليه من جانب الجمهور للمنتخب عشان خالدتش، ورغم ذلك هم مستمر. عارف انت بتجيب مدرب مش انا نفسي يبقى عندنا ده منتخب مصر يا جماعه في الفتره دي بس غير 4 مدربين. تعرف انا كان خوفي الحقيقي امبارح انه لا قدر نخسر محدش كان لا يبقي ولا يزرع للكابتن ايهاب جلال. طب ما كانش هيستحمل يروح الخميس حتى يوصل. فالحمد لله انا يعني قلت كويس جدا الفوز عشان الراجل ده بس يكمل. يمكن انا ما عنديش مانع انه ينجح، بالعكس اتمنى انه ينجح، بالعكس كلنا وراه انه ينجح، انه يعني حتى يمكن يفاجئنا لو احنا شاكين او حاجه، يعني ربنا يفتح عليه. عشان كده كنت قلقان جدا من الماتش بتاع امبارح انه تحصل نتيجه يعني سلبيه اللي هي مش التعادل، الخساره. عشان كده قلت لك في كوره جت كده على ابو جبل، هم كانوا اخطر يعني، خوفت الواحد. هم فرصهم اقل لكن كانت اخطر يعني. المنتخب هنا كان فرصه اقل لكن كانت اخطر. انت شوف بقى، انت غيرت بعد كور مشي، جبت اجيري، جبت حسام بدري، جبت كارلوس كروش، ثم ايهاب جلال. والمشكله ان انت حتى لما بقيت تجيب مدارس مختلفه، مدارس مختلفه اتجاه، مره تجيب مدرب دفاع قوي قوي يعني. كان عندنا كوبر اللي وصلنا كاس عالم وخد معانا مركز تاني في الجابون في 2017، ده كان مدرسه دفاعيه، قمت ناقل على طول لمدرسه هجوميه مع اجيري جدا، وكان عامل ماتشات حلوه جدا وفشل قدام جنوب افريقيا. نعم اما غير طريقته لما ما انا بقول لك قدام جنوب افريقيا وخرج فمشيته، فجيت حسام بدري مدرسه تانية خالص. نجح على فكره على الورق وبالنتائج بتاعته انه نجح الكابتن حسام بدري بالارقام، يعتبر كابتن حسام كان ناجح. انت بتتكلم على تقريبا مع المنتخب، واتاهل كمركز اول في افريقيا، في افريقيا، وكان اللي انت وصلت على اساسها نهائي، اللي انت وصلت على اساسها نهائي، وكان في تصفيات كاس العالم تقريبا برضك ماشي 4 نقاط ولعب مباراتين بس ما كانش ده. ثم نقلت على كارلوس كروش، رجعت تاني للمدرسه الدفاعيه، ثم دلوقتي داخل على مدرسه ايهاب جلال، اللي هي المدرسه اللي بتعتمد اكتر على الاستحواذ وعلى بس. دي مدرسه بتاعت الكابتن ايهاب جلال، مدرسه لم تمر من قبل على المنتخب، يعني احنا فات علينا الدفاعي والهجومي، واللي هو يعني الكابتن حسام بدري الطريقه اللي هي الكلاسيكيه تمام، لكن الكابتن ايهاب جلال له طريقه، طريقة البناء والتمرير. التمرير ايوه. وهو نفسه يقول ان الانديه اللي هو بياخد منها لا تلعب هذه الطريقه اللي تناسبه. طب نعمل ايه؟ هل نخلي الانديه اللي تغير، ولا هو كمدير فني المنتخب يمشي مع السائد؟ ما هي دي المعادله الصعبه اللي قلت لك عليها. لمين؟ من الاول من الاتحاد ثم الكابتن ايهاب جلال. زي ما اقول لك انه دايما مفترض ان انت كمسؤول قاعد على الكرسي بتاع الاختيار تختار المدرب لمشروع. تاني هقولها يا جماعه، الكره المصريه مش محتاجه نقعد نغير كل شويه يا جماعه. ما يبقاش انا حتى انا ضربت لك امثله باوروبا، مش لا ده انا بقول لك ده حتى بافريقيا. الناس لما بيجوا مدرب بيقعد معاهم قد ايه، بيجوا مدرب وهم واثقين في هذا المدرب في الاختيار. فانت النهارده مفترض الناس اللي قعدت في مجلس الاستاذ جمال علام قعدوا على الترابيزه مفترض ان هم اختاروا مدرب لمشروع. فكره انك تجيبه سنه او سنتين اتنين دي صعبه. فكره زي ما قلت لك انا بقولها تاني، قدره الكابتن جلال على اقناع اوضه اللبس والسيطره عليها ده مفتاح نجاحه. لان انت زي ما بتتكلم كده الناس ما خدتش بالها من نقطه مهمه قوي قوي في ماتش الاهلي والوداد. انت بتتكلم على فريق تقريبا معظم لعيبته دوليه، قصاد فريق بلا لاعب دولي. يعني عشان بس تبقى فاهم انا مش بتكلم سواء منتخب المصري او منتخب التونسي انا فبتكلم او منتخب جنوب افريقيا بالظبط كده. فانا يعني دي نقطه كان نفسي الناس تاخد بالها منها. احنا ايه، بص شوف لما احنا حتى يعني لعبتنا واخده على المستوى ده، مفترض ان هم اكثر خبره ودوليه بتاع، في الاخر ايه كانت النتيجه مش في صالحنا خالص، حتى ما كانوش عندهم نوع من الخبره في بس خدتها بس مثال. بمناسبه الزمالك برضه عمل نفس الحكايه وخسر من الوداد. لا هو الوداد كسب اثنين، الوداد كسب الاهلي وكسب قبل منه الزمالك، اللي هم المفروض منتخب مصر وهم برضك ولاعيبته افضل من مصر. عشان بس اقول ايه، الناس تبقى واخده بالها انه ايه ان احنا محتاجين ايه. هو السؤال، احنا عندنا منتخب قوي وعندنا قماشه كويسه قوي قوي قوي، وبعدين محتاجين ومدرب بيدرب مين فيها، ولا احنا فعلا محتاجين عمليه بناء؟ ده السؤال كان لازم نساله. عشان كده بقول لك انه ده الكابتن ايهاب جلال يمكن عنده. ده اللي خلى حازم امام يقول انه اختيار المدير الفني ما كان يجب ان يكون عن طريق التصويت ومناقشه، وانه نقعد ونشوف ونتناقش. هو الكابتن كابتن حازم امام كان عايز مدرب اجنبي، لانه عنده اولا مش هيهتم قوي او يقف او يتاثر بفكره النقد او دي، وهيبقى عنده والمدرب الاجنبي هياخد فتره في عمليه البناء، ان انا هديله مساحه من الوقت. لكن الكابتن ايهاب جلال من الاول مضغوط، ما عندوش سند جماهيري لانه جاي من فارق. بالنسبه لي انا مش فارق، وبالنسبه له هو
بالنسبه لي هو المفروض ما يبقاش فارق لان في الاخر انت جاي خلاص انت وصلت لاعلى مرتبه انت وبعدين انت عموما الليفل بتاع يعني هو المدرب عموما لما نشوف مثلا مورينيو لما نشوف المدربين دول في بدايتهم يعني مورينيو لما تالق مع مين؟ مع بورتو في الاخر البرتغال لكن عمل توهجه مع مين؟ تشيلسي انتر ريال مدريد لحد النهارده وصل ازاي بقى تقدر تقنع ده؟ ما هو ده اللي بقولها زي ما قلت لك عليها انه سيطره على اوضه اللبس انك ازاي تقنع اللعيبه زي تقنع محمد صلاح اللي بيدرب مع افضل لعيب في العالم انك عندك قدره انك توصل له معلومات انت بتتكلم مع النني اللي بيدرب مع ارتيتا اللي بيتكلم مع كله زي انك تتكلم مع لعيبه الاهلي والزمالك في ان انت تقدر سواء مسلم مدرب كبير وفيريرا مدرب كبير برضه طبعا طبعا احنا بنتكلم مع اثنين وكمان ايه انت الباور بتاعك اللي بيديهولك يعني حتى لو موسيماني الباور اللي اداله بطولتين انت راجل في اخر ثلاث سنين توصل بتاخد بطولتين افريقيا ثم في الايه بتاخد وتوصل لنهائي البطوله الثالثه ده فيريرا تاريخ كبير جدا يعني لما يكفي تشارك استاذ في علم التاريخ فانت بتبقى قدامه مبهور انت في مساحه انت خدتها على طول عندك للاعب كلاعب انت متشبع قوي بالحاجات انت واقف قدامه فهي دي بقى قدر ان الكابتن ايهاب جلال يعمل ده وانه ازاي يقدر يغير في 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 في, في, في دي قدرته انه ينجح فكره بقى ان هو يعتمد على انه الانديه هو جاي وهو عارف كويس قوي هو عنده مساحه الجراءه لانه لما مسك الزمالك في مدربين اول ما مسك الزمالك وكان عنده اول ماتش الاهلي في مدربين كان يقول لك ايه العب على المضمون اقفل من ورا واعمل مشاكل لكن هو لعب قدام الاهلي بطريقته وخسر ممكن بعض يقول لك ده نوع من العند في الاخر انا برك عايز احقق نتيجه لكن هو دلوقتي بقى عنده مساحه هو لعب بطريقته في الزمالك وخرج من الزمالك دون ان يستمر طب وده جزء مهم جدا من ان بعض من الجمهور مش فكره الجمهور الزمالكاوي بعض الجمهور انه قلقان من نجاحه مع المنتخب على اعتبار ان الزمالك وقتها وفر له يعني مش مرتضى منصور للامانه وفر له كل شيء حتى لعيبه مش عارف جبنا يومها 9 في شهر يناير وجاب له اللعيبه اللي هو طلبها يعني حتى فوق لعيبه عمل ومشي بخطته وبطريقته ومع ذلك لم ينجح فده اللي يعمل القلق انا كان نفسي او يعمل لي انا شخصيا القلق انا كان نفسي الكابتن ايهاب جلال يكمل مع بيراميدز لحد نهايه الموسم وبعتبر مسيب المنتخب لا ما كملش مع المنتخب لا هي طبعا اختاروا المنتخب خلاص يعني ايه انا كان نفسي احكم عليه من تجربه كامله يعني انه بدي انت عندك تقريبا ممكن تكون انت مدرب ما بتقدرش تشتغل تحت ضغط جمهور او تحت ضغط اداره بتطالبك دايما بالفوز انت في الزمالك عارف انه الماتش التعادل او الهزيمه ده هيبقى عندك مشكله يعني مع الجمهور طبعا والتعادل مع طبعا ده انت بتشتغل في نادي ما بيقبلش غير الفوز مش عايز منك غير البطولات وانك تخسر قدام اي منافس تاني بتبقى مشكله وبالذات لو كان المنافس هو ده الاهلي فممكن اقول انه انا ممكن كمدرب ما اقدرش استحمل هذا الضغط يبقى عندي مشكله بالنسبه لي لكن انت بيراميدز ما عندكش اي ضغوط انت معاك الاداره سلسه جدا 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 الارقام اللي متوفره لك هو لو انت بصيت بالمنطق ده هلاقيه انه خسر من الاهلي لما كان في بيراميدز مع قدامه سيماني وخسر من الزمالك وادي افريقيا وبعدين ادي الدوري ده في الدوري وبعدين رحنا افريقيا الاتحاد الليبي خسر منه قدام خرج مازيمبي انا قصدي فرق شعبويه لكن في الاخر برضك كنت عايز وجماهيريه وكبيره انا كان عايز ياخد التجربه كامله لحد نهايه الموسم هل هيستطيع ان هو يكمل لحد نهايه الموسم هو خسر من الاهلي وخسر من الزمالك ومفيش مشكله بالنسبه لي بس كنت عايزه لانه كان عنده ماتش كاس قدام الاهلي فكان هيبقى بالنسبه له محك رئيسي انك بتلعب على بطوله ممكن توصل منها دي قبل نهائي ثم نهائي وبتشتغل في مشوار في دوري مش دور واحد لا من دور اثنين فتبقى خدت تجربه احكم عليك بالكامل لان دي التجربه اللي ايه اقدر لان هو في الاسماعيلي لما راح ما كانش تجربه كامله كان نص موسم كان نص موسم متالق والمصري ما كملش ونقل الفرقه بشكل كبير وفي المصري ما كملش فهو ده انت مع المقصه صناعه التاريخ لكن في الاخر كنت عايزك اللي هي صناعه التاريخ بقى انك تخش البطوله مش لمجرد ده لكن طبعا الكابتن ايهاب جلال هو القادر انه ده هو القادر انه يشيل الضغط ده هو دلوقتي عنده مساحه كبيره ان هو يقدر يختار من العناصر اللي موجوده عنده يقدر يختار من الدوري اللعيبه اللي توفق وتتناسب مع فكره والطريقه اللي هيلعب بيها حتى لو كان ده وما يشتكيش من دلوقتي ما عنديناش وقت عشان بس بقول اصل بعض يقول لك ايه يا جماعه يعني انا بقول لك كده احنا عندنا كشات اللي فكره ايه احنا انا المطلوب مش مهم الاداء دلوقتي انا المهم عندي نتيجه ما انا لما ده دايما تلاقي المدرب بيقولها ايه في حاله انه ايه اما يكسب والناس تقول له فين الاداء او العكس يقول لك المنتخب ادى كويس بس ما كانش عنده حظ ما احنا ليفربول كان عمل كل اللي عليه
قدام ريال مدريد وفي الاخر خسر. وانتوا مطلوب مني ايه؟ انتوا عايزين اخد البطوله ولا عايزين أدي؟ معادله غريبه. هو ما عنديش ميسي ورونالدو او مع ما هو كل هو ما عنديش او يقول ما هو دايما احنا عندنا ايه حاجات كده جاهزه بنقولها. لكن انت دلوقتي بقى خلاص اولا ما بقاش عندك ما يعني انت عندك كمان وعندك لعيبه مجهده لازم تبقى كل ده طالما توليت منتخب مصر فلازم تحط كل ده في اعتبارك ما تشتكيش منه. ما تجيش تقول ان انا ايه اللعيبه مجهده. لا احنا اللعيبه بتاعتنا مجهده من اكتر من موسم ومكمله. ما عنديش مساحات ان العب يمكن ده ماتش كوره ده جه فرصه كويسه لكن بعد كده هنلعب في داخلين في كاس جديد وكاس قديم ودوره هيتنين بالعكس مستمر. انه مباراتين ملاوي اللي في شهر 7 انت هتبقى مخلص الدوري بقالك اسبوع ومكمل وبعد اسبوع الدوري الجديد وافريقيا افريقيا جديد غير بطوله افريقيا جديد يعني انت داخل على ما بقاش وبعدها كاس عالم هيتوقف فانت مكمل الدوري بتاعك اكيد في وسط كاس العالم لان انت مش هتقعد تستنى تاني ما خلاص ما انا يعني هعمل ايه هكمل الدوري بتاعك عشان حتى ابدا اوصل للمعدل الطبيعي اللي الناس اللي الدوريات كلها بتبدا فيه وبتنتهي فيه. انا لحد دلوقتي الدوريات كلها خلصت في اوروبا وانا لسه بادئ الدوري الثاني في العالم عموما يعني تقريبا احنا والدوري السعودي ودوريات بسيطه قوي لسه مكمله لسه جولتين جولتين وهينتهي واحنا بسم الله ما شاء الله عندنا لسه جوله دور ثاني 22 في نادي الاهلي ما كلعبش اساسا ما يشبه 17 مباراه ده لعب 16 ما لعبش الدور كامل عندنا دور ثاني وعندنا كاس قديم وكاس جديد وعندنا حاجات طبعا معدلات غريبه ولا في حاجه حد نسيها كاس الرابطه النهائي والنهائي راح فين وعادي كاس لسه بيتعمل يعني دي قصه ثانيه ده موال فانت كجهاز فني لازم تحط في ده في اعتبارك انه كل ده تحط في اعتبارك انه 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 الناس تنتظر منك الكتير يعني الناس عندها عشق عارف عندك واحد من افضل 5 لعيبه ان لم يكن افضل 3 لعيبه على مستوى العالم الناس مستنيه كتير يعني احنا على الورق مفترض ان احنا منتخب كبير لكن انا يعني انا اظن ان احنا محتاجين نعمل عمليه بناء لمنتخب قادر ان هو يستمر سنوات ويقدر ياخد بينا يوصلنا كاس عالم مره ثانيه. ده ياخدنا لسؤال عن الكابتن ايهاب في اطار الجزء الفني اللي هو كابتن ايهاب له مدرسه وله طريقه ما شفناهوش بيلعب بيه يطلق عليها المهاجم الوهمي. ما شفتوش لا مع الزمالك ولا مع المصري ولا مع بيراميدز ولا مع الاسماعيلي. اول مباراه ليه مع المنتخب بيلعب بدون راس حربة الاساسي بتاعه اللي هو مصطفى محمد وبيلعب براس حربة وهمي عمر مرموش. تغيير الفكر طالما غيرت الفكر طب ما انا غير الطريقه واسلوبش. ده لازم في مباريات كتير قوي بتحتاج منك ده. يعني فكره انك تلعب باكتر من طريقه وحتى انت لما غيرت ونزل مصطفى محمد الامور حتى ده اللي هيبان لك في ماتش الجاي قدام اثيوبيا. انت النهارده ما عندكش محمد صلاح. طيب هتعمل ايه؟ هتحافظ على نفس اسلوب لعبك؟ وهتحافظ على الطريقه اللي لعبت بيها قدام حتى غينيا؟ ولا هتغير وتلعب؟ وخلي بالك مباراه غينيا تقريبا هتبقى بروفه صغيره لمباراه كوريا. قصدك اتون اثيوبيا؟ اثيوبيا ماشي اثيوبيا ثم هتكون بروفه لمدرسه ثانيه خالص. مدرسه ثانيه خالص بس انت هتبقى فيه يعني فكره انك كمان انت بادي خط الوسط بمين؟ حمدي فتحي السوليه امام عاشور وكان عندك النني كان مصاب. هو اللي انا شايفه هيكون مفاجاه بالنسبه له ولو كان ده محتاج له وقت فوق ان هو فكر لو لاحظت حتى هو وده اللي ما كانش يعمله كروش هو خد 2 قفشه محمد ابراهيم واضح ان دول هيكون لهم دور كبير في طريقه لعب المنتخب الفتره اللي جايه. ليه ايه؟ انه يبقى رقميه انت محتاج 4 3 3 ولا 4 2 3 انا بتكلم سيبك من انه الاستحواذ او التمرير ده كله ممكن يتلعب باي طريقه. لكن انا ايه الطريقه اللي بيلعبها؟ 4 2 3 1 ولا 4 3 3 ولا 3 4 3 يعني ولا 4 4 2 يعني ممكن يلعب يعني لو انت تخيلت مثلا انه المباراه الجايه بدون محمد صلاح ممكن تبقى ولو هيحافظ على نفس الطريقه يعني هو قدامه 3 احتمالات ممكن يعمله. لو هيحافظ على نفس الطريقه هو ممكن يدخل مصطفى محمد راس حربه ويرجع زيزو لمكانه الاصلي اللي هو في الناحيه اليمين ومرموش ويبقى عندك كده راس حربه صريح ويبقى انت كده حافظت على يعني تقريبا لعبت ايه 4 3 3 3 3 يبقى انت كده وخاصه انه ايه انت استفدت من زيزو واحد من افضل اللعيبه يعني بقى موجود كان اساسي بيأدي في الدوري. انت بتتكلم على لعيب جايب 11 جون صانع 6 اهداف كمان في 18 مباراه فده رقم رائع جدا جدا. كل الدقايق اللي لعبها مع منتخب مصر كان ايجابي رغم ان هو لعب في مباراه غينيا مركز غير مركزه لكن اجاد وحاول ما بالك بقى لو لعب في مركزه فممكن فانت مدي عندك ده. ممكن كمان تطلع مثلا تخلي خلاص انت محمد صلاح طلع من عندك فممكن تلعب بيه
بمرموش او زيزو وتنزل قفشه قدام الثلاثه اللي هم اللي هو امام والسوليه وحمد فتحي. ولو اني شايف انه فرصه يعني احنا منتخب مصر عشان يرجع له هويته محتاجين قوي فكره الثلاثه اللي اقرب للطول يعني اللي هو السوليه والثلاثه مدافعين قوي في خط الوسط يعني مش محتاجينها كتير قوي ممكن يبقى محتاجها في ماتشات لكن مش هنحتاجها في كل المباريات. يعني انت بس عاوز 6 و2 8 عندهم اللي هم القدره البدنيه والفنيه في انه يبقى اقوياء يبقوا اثنين اقوياء في خط اثنين عندهم قدره دفاعيه في خط الوسط ايجابيين ومعاهم لعيب عنده اللمسه. الكره المصريه بتعاني من غياب اللعيب رقم 10. اللعيب ما بقاش موجود في العالم تقريبا بس لمسته بتكون موجوده بيفرق يعني بيقوم بيها يعني عندك مودريتش هو المجموعه اللي موجوده دي اللي يجوز تعمله ما بين 8 و10 هو محمد ابراهيم وما عشان كده بقول لك عشان كده ايه بقول لك هو بادئ ايه هو بدا محمد ابراهيم ما دخلش منتخب مصر من فتره طويله وقفشه بدا عشان بقول لك في حساباته هو كده في حساباته انه محمد ابراهيم وقفشه هيكون لهم دور. طب معنى ان النهارده ياخد قرار بضم باهر المحمدي واحمد رفعت معناه ايه؟ باهر يلعب مكان مين؟ طب احمد رفعت ممكن يبقى جناح من ضمن الاجنحه بعد غياب محمد صلاح زياده يعني. لكن باهر مكان مين؟ باهر برضك انت عندك ما يلعب مساك لو بيلعبه في الاسماعيلي ولا يرجع للاصل بتاعه اللي هو اليمين اللي لعبه مع جري فيعني الكابتن ايهاب لما جه اختار مقومشه كبيره قوي في الاول. تقريبا دخلنا 44 اسم اسمه كان فوق تقريبا لعيبه ما يعني منهم من امبي لعيبه ما انضمتش مصطفى الزناري تقريبا الزناري ومصطفى شلبي ومجموعه كبيره قوي من كان من ضمنهم طبعا احمد رفعت وباهر واحمد رفعت الامانه انا اتخيل انه اكثر من بعد زيزو هو ثاني افضل لعيب على مستوى الدوري انا شايفه مؤثر جدا لايمين وده شمال ومؤثر جدا في فيوتشر وانا كان علامه استفهام كبيره جدا جدا استبعاد كروش بالنسبه له لانه انت بتتكلم على واحد ادى ما عليه وتالق في بطوله عربيه ومره واحده انت بتسيبه انا يعني مكانه مليان وانت عندك تريزيجيه وعندك مرموش فانت ما تاخدوش فده لكن انا شايف انه كان وجوده يبقى يعني انا مش عاقب انه في افضليه بالنسبه له لكن انا كان شايف ان وجوده لا كان هيدي وخاصه انه ممكن ورقه تخلي اللي موجودين يتالقوا اكتر يعني ما تعاقبش حد يعني ما تعاقبش حد على تالقه يعني انا يعني ده فكره انه هو عنده عمر كمان لاعب واحد ما هو موجود ممكن يلعب باك يمين وعنده عمر جابر ما هو انا بكلمك على الوقت الاحتياطي يعني لو انت هتجيب مثلا امن من عمر هو ضمهم الاثنين كان بالنسبه لي لغز يعني ايه فكره انه ايه انا انت المفروض انه انت خلاص تقريبا في الماتش دول بس واضح انه ده بيضمه عشان ماتش كوريا انه ممكن فكره قلب ان حد يصاب حد مش عارف ايه انا معايا ايه كمان اثنين في المركز ده افضل يعني لكن هو مش هيغير كتير قوي في التشكيل واللي لعب قدام دمرك زي ما قلت لك كده ممكن يقصى محمد اللي يبدا وزو يلعب وفي احتمال انه ممكن يدي ابراهيم عادل يبقى يلعب هو في فتره بيراميدز كان بيعتمد على ابراهيم عادل كتير قوي في الناحيه اليمين صحيح ممكن يديله وهو مقتنع بيه هو عنده طب ما هو الناحيه اليمين دي يعني زيزو ما هو ده عشان كده بقول لك ان هو زيزو رؤيه ممكن يبدا بيه يبقى يمين وممكن يدي بابراهيم عادل يمين ولك هو عن لكن هو لو سالتني انا اقرب تفكير ايهاب جال ايه انه يبقى زيزو باك يمين ومصطفى محمد ياخد يبدا راس حربه ويديله مساحه اكبر من الوقت يعني او يستنى بردك ويلعبوا شوط تاني. صحيح. طيب في نفس الوقت النهارده محمد الشناوي حارس المرمى تم شفائه والنتيجه سلبيه بتاعت كورونا خلاص. سؤال بقى هل يشركوا ولا بعد انه بقاله 3 4 ايام او اكتر ما بيتدربش استمر على ابو جبل؟ ممكن اجهز مثلا لو احتجت محمد الشناوي في ماتش كوريا. في كوريا انا دايما بالنسبه لي وحتى قلت لك قبل كده مره انه انا ببقى سعيد قوي ان يكون عندي في كل مركز اثنين او ثلاثه كويسين في افضل مستواهم. انا لو مدرب هبقى فرحان قوي ان عندي ببقى عندي حيره في الاختيار يعني عايز هختار الشناوي ولا هختار ابو جبل ولا هختار جاد ولا هختار محمد صبحي. انا لو الاربعه في افضل مستواهم ده شيء جيد بالنسبه لي. ده بيسريني انا يفيدني. احنا حتى بعد ما رجعنا موضوع كنا فرحانين جدا 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 انه تالق ابو جبل وشناوي كان متالق لكن بعد فتره رجعنا مستواهم نزل وتخيل ان مستواهم لسه ما عادش لا الشناوي ولا ابو جبل عاد لمستواهم قبل طول افريقيا يعني هل ده يعيد المنطقيه بتاعت ان اللاعب المصري في التجمع الطويل
بيبقى مختلف عكس التجمع اللي هو اللي ابو 3 4 ايام؟ هو المفترض انك تكون في الاثنين، بس احنا التاريخ بياكد لنا انه اللعيب المصري دايما في بطوله مجمعه مختلف. وهتلاقيها حتى من ايام الكابتن حسن شحاته ومن قبل الكابتن حسن شحاته والكابتن محمود الجوهري، يعني عارف ايه، ما تاخد مجموعه وتحيطها ويعني كده وبتعمل بها شغل كويس. كابتن الجوهري في 98 بوركينا فاسو، كابتن حسن شحاته في المباراه بتاعته، حتى لما مع كوبر في الجابون، ومع كروش في الكاميرون. لا كنا بنتالق انه بنعرف ما عدا اللي كانت هنا في مصر 2019، ما احنا كنا متفرقين. لانه حتى بص حتى بص مشكله ورد، عارف تحس انه ايه، المنتخب ما كانش متجمع، كان على 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 خلاف، ما كانش واحده واحده. فعشان كده ما حتى احنا بدري قوي، احنا متهيألي مثلا من البطوله اللي احنا خرجنا منها بدري، وكان حتى ادائنا ما كانش ممكن، رغم فوزنا في دوري المجموعات بنهايات كبيره، ما كناش عندنا نوع من ان المنتخب ما كانش ممكن بالنسبه لنا. فاحنا في الدورات المجمعه. ارجع تاني للشناوي ولده، مستوى الشناوي ومستوى زي مستوى ابو جبل ده اللي يخلي ايهاب جلال يختار منهم فيه. انا في الاخر بالنسبه لي انا عايز اختار الافضل بالنسبه لي. لو انا شايف انه الشناوي استعاد مستواه بسرعه بعد الشناوي ما بيتدربش بقاله فتره ولسه راجع في تدريبين وانا مسافر على طول، لو انا شفت ده انا كمدرب ببقى شايف ده بالنسبه لي. مش فكره ان انا ايه عايز ادي للشناوي عشان رجع عشان هو الحارس الاول، او ان ابو جبل يستمر عشان هو تالق في ده. احنا حتى في مباراه غينيا ممكن نقول ان يعني كرات قليله قوي راحت على ابو جبل. احنا المنتخب، انا عجبني كابتن احمد عبد الحليم، احنا فعلا لما تيجي انت مش لاقي في منتخب مصر لعيب مؤثر، مش لاقي في منتخب مصر لعيب قد بمستواه، او ده احنا كنا ضعاف جدا في الضغط يعني في حاجات كتير قوي. فسهله مش هتفرق كتير قوي لو استعاد مستواه الشناوي في الايام اللي جايه ديت. عادي لو ابو جبل هو الافضل فخلاص، ما فيش عندي حيره. امبارح الكابتن فكر صالح كان معايا في مداخله وقال انه مستوى ابو جبل مع المنتخب افضل من مستواه مع الزمالك بسبب الانشغال بلف التجديد. انت شايف كده؟ لا ابو جبل بعد ما رجع من الـ من الـ من الكاميرون، عارف ايه، عارف احنا يعني ايه دايما المكسب المفروض ان هو بيديك ثقه اكبر وبيدفعك للامام. عارف انت فتره كده ما كسبناش، احنا خسرنا النهائي. لا بس جوبر رجع متالق، عارف ايه، حد اتولد في البطوله طبعا. فرجع ايه عارف يعني عاش شويه ايه مع نفسه برامج وحاجات زي كده، فخلته ايه يطلع بره إيه بره تركيزه. لعيب الكوره بالنسبه له طول ما هو مركز وطول ما هو مستواه هتلاقي مستوى عالي، اول ما بيفقد تركيزه وبينشغل بحاجات تانية جنب الكوره خلاص بقى مش هتاخدش منه بشكل ايجابي يعني. ده اللي حصل لابو جبل، لهذا اللي حصل لابو جبل. عارف ايه، انت بتطلع في برامج دي بتبقى متاخره عارف. لا لكن طول ما انت مركز في تدريب، طول ما مركز في ده هتتالق. ده اللي حصل لابو جبل، مش ملف يعني. ممكن يكون التجديد ده من جزء خد معاه، لكن ابو جبل ما هو احنا شفنا ده. وبالذات لما تحس ان انت في حد وراك بنفسك وعايز ياخد مركزك. ده اللي رجع مستوى ابو جبل، انه حس ان عواد رجع تالق عواد في مباراه اسوان، وانه صدر بتنج جزاء والناس طالب انه يكون مستمر، وانه لولا انه فييرا كان وعد ابو جبل وقال له انت هتلعب عواد، عارف ان لما عندك مدرب كبير فبيقنعك انت هتلعب انت الماتشات دي وابو جبل هيلعب الماتشات دي، فانا من الاول عندي فاتح مع كل الحراس فباخد ثقتهم من الاخر. فده اللي خلاه انه حس ان هو مركزه ممكن يضيع منه، فده اللي خلى ابو جبل يستعيد مستواه بسرعه، رجع تاني لتركيزه انه خلاص بقى فرصه. حتى لو انا النهارده مستواه قليل، مين النادي اللي هياخدني؟ حتى وانا بتفاوض بره، لو انا حتى هجدد الزمالك بكام؟ ما هو النهارده لو انا حتى اشرف بن شرقي، لو انت جدد اشرف بن شرقي على السنه اللي فاتت تديله رقم، لو على السنه دي تديله رقم تاني خالص. يعني النهارده اقل كمان جد يعني هيختلف تماما عن اللي عنده. ابو جبل لو جاي له على السنه اللي فاتت او على بطوله الامم الافريقيه عروض هتلاقيها كتير، لو جاي له على مستوى الايام دي هتلاقي النهارده كذا نادي يبدا ايه يعني يقول لك لا انا بالنسبه لي ده ثبات المستوى. ثبات المستوى هو ثبات المستوى مش موجود وفي مستوى تراجع. فانا بالنسبه لي ايه، انا مش جايبك عشان تديني موسم، انا متعاقد معاك ثلاث مواسم عشان تديني ده. عايز اقول نقطه مهمه قوي لازم الكابتن ايهاب جلال ياخد باله منها، انك ازاي تعد الخمس الحاجه 20 لعيب اللي عندك اللي اخترتهم بعد اضافه بقى طبعا باهر وده نكون كويسين. النهارده كان كرواتيا وفرنسا تقريبا، مثلا ديشامب كان خسر اول ماتش قدام الدنمارك، كانش موجود اساسا عشان والده. فالنهارده رجع بيلعب كرواتيا. لو الطبيعي تقول ايه مدرب ايه في دماغه ايه خسران اول ماتش فيعمل ايه؟ هينزل بالفول تيم بتاعه عشان اعوض تاني، انا خسران وممكن خساره تانيه تطلعني بره الايه يعني تبعدني عن المنافسه عن الدوري الاوروبي.
النهارده تريم بيلعب بالفريق الاحتياطي بتاعه، مبابي احتياطي، بنزيما احتياطي، لوريس الحارس احتياطي، فران بره، عارف ايه، ومدي بقى تشوميني وجاتو. يعني بص هو ده، انا عايز دي ماتشات بالنسبه لي انا فرصه. انا المهم هو بالنسبه له النهارده ديشامب خد دوري الامم الاوروبيه، لكن هو هدفه الاكبر ايه؟ موجود فين؟ في الدوحه. في عايز ياخد كاس عالم تاني، عايز يبقى هو عايز يكرر الحاجه اللي ما اتعملتش، انه يوصل نهائي او على الاقل ياخد البطوله مره ثانيه، هو حامل لقب. فالنهارده يقول لك ايه؟ لازم يبقى عندي احتياطي كويس قوي قوي. النهارده ده الاحتياطي. بردك ايهاب جلال مطلوب منه ده، فكره انك لازم يبقى عندك مجموعه كبيره، انت لازم تبقى عامل في حساباتك انه لعيبه الاهلي والزمالك فعلا مجهدين. وطالما انت وسعت القماشه لازم تدي مساحه للمدربين التانيين، فرصه كويسه انك ايه؟ تدي اللعيبه، خاصه انك عندك ماتش ودي قدام، خصوصا انك فزت الماتش الاولاني بالظبط كده، وانه كمان هيتاهل اثنين، فانت عندك مساحه الايه؟ يعني دايما التصفيات الافريقيه ما بتبقاش عندك خمس تغييرات وممكن اغير خمسه. انا عايز اقول لك دي فرصه كويسه قوي قوي قوي. بص ولو شفت ده في بقيه المنتخبات الاوروبيه، لو شفت الارجنتين وهي بتلعب ايطاليا، شفت الارجنتين قدام استونيا بعد كده، هتلاقي تشكيل مختلف تماما. انت عارف انا بلعب في مثلا في 3 4 ايام ماتشات قليله قوي، وانا عندي مفترض ان انا كل دول لعيبه كبار، فلازم انا لازم اديهم ثقه، ولازم اعرف انه في الاخر ان بتلعب باسم منتخب مصر او بتلعب باسم منتخب. انا الماتشين دول لفتوا انتباهي قوي، واتخيل انه بقيه ده انه حصل في اسبانيا وحصل في البرتغال، معظم الفرق اللي لعبت ماتشات في الفتره دي هتلاقيهم لعبوا بتشكيلين او على الاقل غير كتير قوي في تشكيله. تمام، تعال بقى نروح للزمالك. الزمالك مع فريرا بدا ب 4 3 3 وبعدين تحول الفتره الاخيره الى 3 4 3. هل في تغيير حسه فنيا في الفريق؟ هو بدا ب 4 3 اسوان، لا كان بادئ اسوان بلعب زي تشيلسي. انا كنت عاجباني اللي هو 3 مدافعين، عبد الغني وعلاء والونش ثم الاطراف اللي هم دول. انا شايف انه الزمالك قدم قدام اسوان واحد من افضل الاشواط، انا كنت مستمتع وانا بتفرج قدام اسوان، بس الاسماعيلي كان احلى. ولسه هكملك، ما هو ده كان البدايه. ده كان البدايه قدام اسوان، ثم الشوط الاولاني قدام الاسماعيلي. فانت عارف ايه؟ انت برضك النهارده بتحاول تستفيد من اللعيبه الموجودين عندك، وتحاول تدي مساحه اكبر للاطراف عشان تقدر تهاجم تصنع. بس انت من الغرائب انك شايف اداء الزمالك في اسوان كان حلو، رغم ان الجمهور كان زعلان جدا. عشان شوط تاني، عشان انت مسحت باستيكه كل اللي عملته الشوط الاولاني. عارف اما تبقى مثلا ايه؟ عامل كل حاجه حلوه، وبعدين تقوم جاي ملخبط ده الزمالك. كل الحاجات الحلوه اللي عملها الشوط الاولاني اما مسحها شوط تاني، وكانه مثلا بقى فريق تاني. عارف مثلا ايه؟ كان مثلا ايه؟ الزمالك اتغير وجاب مثلا فريق مثلا ايه 18 سنه يلعب. فنازل مخضوض ومتوتر وبتاع، فسمح لاسوان يعمل اللي هو عايزه، واسوان تجرأ عليك وبقى عنده احساس ان هو ممكن يتعادل، فبدا يهاجم وجاله ضرب جزاء فضاد ثقه تاني وطرتك، فانت رجعت قمت ملخبط بقى، قمت جاي مطلع حازم وديت مش عارف عبد الغني ناحيه يمين. انا شايف انه ده ازاي هي مشكله الزمالك، انك ما عندكش الوفره العاديه. انت النهارده بتتكلم لو لما بتلعب الثلاثه اللي هم الونش وعلاء ومحمد عبد الغني، مين البديل؟ طب لو قدر الله مثلا ما هو محمود علاء مش هيلعب في ماتش القمه. عشان كده بقى ايه؟ انك دي النقطه، ومين يعني مين البديل لو حد لا قدر الله مثلا خد انذارين او اصيب هيلعب؟ ما انت لازم تبقى الطريقه اللي انت عاملها هتكمل بيها. فبتاخد ده. اجاد الزمالك، انا شايف انه الزمالك قدم افضل، وانه الزمالك في اسوان كان كويس، ثم في الاسماعيلي كان الاداء افضل من ده. فكره اللعب ان انا احط مره اوباما راس حربه وهمي، وان انا انزل، انا شايف انه ده كان شيء ايجابي ايضا من بييرا. ده اللي بقولك عليه. انا قاعد طول ما انا ده واضح ان الجهاز الفني للزمالك سواء الاجنبي او المصري عارف مشغولين بان ازاي نطلع من لعيبه الزمالك افضل ما عندهم. يعني احنا ايه؟ بص انا ايه؟ ينزل عمرو السعيد مش موفق وهو بادئ. لو شفت عمرو السعيد في المباراه اللي بادئ عمر فيها السعيد. عمرو السعيد مش موفق. شوف لما نزل بديل عمال عارف ايه؟ انا ايه ببدا ونازل محفزه، لانه لما عمر كان بادئ كنت تحس مثلا الكرات العرضيه ما بتتلعبش. مجرد ما بيطلع تحس ان مثلا ذلك ايه اوفراته عمال ايه اكتر. معادله غريبه يا جماعه. وانا ازاي يبقى عندي راس حربه صريح وقدرته على التعامل بضربات الراس كويسه وما لعبلوش، ولما يطلع العب كتير كرات عرضيه فابدا اشتغل كرات عرضيه كتير، وفي اللي هو في اوباما قليل او اشرف بن شرقي. تحركات عمر السعيد من الماتشين الاخرى كان ممتازه جدا،
بيتحرك وبيقطع على القريبه وعمل أجو... حتى الجون اللي جابه في اول لحظه من نزوله في مباراه الاسماعيلي كان في تحرك، فده معناه انه بيطور من نفسه، بيطور من نفسه وهدي. لعيب الكوره لما بينزل الملعب وهو هادي وعايز يستمتع وعايز يادي تقدر تاخد منه احسن حاجه. لكن ما ينزل وهو متوتر وتحت الضغط وحد عمال يقول له اصل انت المهاجم لازم لازم تجيب جون، ولو ما لعبتش عندك في سيف الجزيره هينزل شوط تاني، فسيف سيف بقى اهدى. سيف بيبقى نازل عارف، عارف المهاجم البارد مش هو مش فارقه، مش فارقه معاه يعني تالق ما تالق، بس هو نازل عارف هو بيعمل ايه، فتلاقيه نازل كل كوره بيستلمها وعارف بيعمل فيها ايه. وهتلاقي حتى مع منتخب تونس في اخر مباراه لما كسبوا 4 بص هو يتعادلوا مع بوتسوان، بعدين تعادلوا مع بوتسوان عارف ايه، بص المهاجم اللي هو عارف هو عايز ايه، فمهاجم تقيل قوي قوي وراسي وهادي وعارف بيتحرك ازاي. مختلف تماما مع جمهور الزمالك النهارده. هو عشان عشان انا بص انا شايف انه سيف مهاجم كويس كويس، بس هو لسه لم يظهر بهذا الشكل مع الزمالك، بس هو عارف يعني. ايه عارف اللي انا قلت تاني، قلت مهاجم بارد عشان بس انا عارف الفاظه كويس قوي، مبقاش فارقه معايا عارف ايه يعني، لازم يبقى عارف انه الجمهور ده بيحبه وان الفرقه دي محتاجه منه اكتر من كده بكتير. هنا هيبقى هيبدا ده، لازم يعرف قد ايه جمهور الزمالك بيحب اشرف بن شرقي، قد ايه جمهور الزمالك بيقدر سياسي رغم في خلافات مثلا او مشاكل، بس في الاخر لما بتدي تبذل اقصى ما عندك الجمهور بيحبك قوي. ده مش موجود عند سيف. يعني ايه هو ايه تالق بالنسبه له ايه برضك ما تالقش عارف، هو مش ده نبض الجمهور مش واصل له، فلازم يوصل له اكتر نبض الجمهور وحب جماهير الزمالك. ده اللي هتلاقيه موجود، كان موجود عند اشرف وعند ساسي وعند اكتر من لعيب اجنبي جوم الزمالك قدروا جمهور الزمالك، فبيبذلوا الغالي يعني بينزل الماتش الغالي والنفيس ان هو عايز يبذل اقصى ما عنده عشان خاطر يتالق. لا فييرا، فارجع تاني الجهاز الفني الزمالك قاعدين ازاي ناخد من اللعيبه دي افضل ما عندها. وده اللي فعمال فغيروا الطريقه وحطوا مش عارف ايه، ده جميل وده كويس انك كان عندك مساحه انك ممكن تلعب ماتشات وديه. بس فكره ان انا اغير الطريقه والعب بيها مباراتين معناها ان دي هعتمدها الطريقه اللي جايه. وعشان كده اصابه محمود فرق. عشان كده ايقاف محمود علاء فرق. كويس. هنا بقى ده سؤالي، هل اكمل بالمنطقيه دي وراهن على الخطه ايا كان العناصر اللي هتكون موجوده، ولا طالما في عنصر لسبب ما مش موجود اقوم جاي انا اعيد استعيد مثلا طريقه اخرى او ارجع للطريقه القديمه؟ لا انا من انصار ان طالما لقيت طريقه كويسه استمر فيها. يعني هيلعب قصاد داخليه بنفس الطريقه؟ وشايف ان خلي بالك مباراه الداخليه دي واحده من اصعب المباريات. انت بتتكلم على فريق مركز قوي قوي ليك، تاهل من فتره وعنده مدرب خبير اسمه السيد عيد، واحد من المدربين اللي مش واخدين يعني مدرب تاهل مع اكتر من فرقه سواء كان النصر او بتاع ليه الدوري ممتاز وبيعرف يجيد في هذه المباريات. يمكن اصعب مباراه في تقريبا في الدور في كاس مصر في ده هي مباراه الزمالك والداخليه. فالزمالك لازم يبقى عامل حسابه كويس قوي ان ماتش تقريبا اكنك بتلعب ماتش دوري. انت مش ماتش سهل يعني، مش فريق ده قسم تاني. لا فريق صعب عارف بيعمل ايه ومعاه مدرب بيحفظ كويس قوي وعمال مستنيك بقاله فتره، وانت فاقد بعض العناصر اللي هي المؤثره بالنسبه لك انت الدوليه يعني. اللي هي طبعا العناصر الدوليه. فلا انا لا الزمالك تنيه مستمر يعني، فييرا تنيه على نفسه ده، وهو كويس انه قدر يعمل فريق الامل من فتره طويله، فريق ده يقدر ياخد منه العناصر يضيف بيها على الفريق عشان يكمل بده. لانه فكره ان انا كمان انا لازم عندي حاجتين اتنين، الاولى ان انا بلعب ان دوري السنه دي انا حامل لقب ازاي اقدر احافظ عليه، وان انا بعمل فرقه للسنه الجايه لما هقعد اغير واعمل. انا عندي ممكن اغير جوه البتاع، انا عارف ايه في ماتش اسوان وماتش اسماعيلي عمل ايه لما حازم تعب شويه او اصيب فطلع وغيرت شويه وديت محمد عبد الغني ناحيه اليمين، فانا مطالب بردك بده. ممكن وانا في الماتش اغير، فممكن ايه اطلع انزل عمر السعيد ممكن يعني ايه طول ما انا لكن الطريقه دي انا حافظ عليها وفي الماتش ممكن اعدل فيها. طيب مباراه الداخليه اللي انت شايفها مباراه صعبه، وهي مباراه صعبه بلا شك عشان في الكاس وقصص الكاس كتير، يعني بتقول لنا انه لو اعتمدنا طريقه 3 4 3 التي اعتمدها فيريرا الفتره الاخيره، اثنين من اللعيبه اللي بيلعبوا ورا سواء الونش او علاء مش موجودين، فبالتالي انا معايا عنصر واحد. عامل ايه؟ ده اللي قلت لك عليه الازمه وانا بتكلم معاك، قلت لك مشكله زي كده لما بدا يلعب بالطريقه دي واجاد بيها وهو ما عندوش غير ثلاثه.
انت عارف انا حتى قلت لك ايه، طب لو لا قدر الله حد فيهم عنده اصابه او زي ما حصل مع محمود علي هنعمل ايه؟ دي الازمه، ان انت بقى عندك شيء ايجابي والمشكله انت ما عندكش ادواته لتنفذه، يعني انت اخترت طريقه ولازم ذلك اجادل فيها، انت بقى عندك حريه للفتوح وحازم انه يسندم، وكان فعلا اداء الزمالك بدا يتغير، وانا اتخيل انه يعني كانت مديه مساحه اكبر ومديه مساحه اكتر لامام عاشور انه يبدا يعني يبقى له ادوار هجوميه اكبر، روقه انه يتحرك اكتر، يعني عارف ايه، انت بتديك مساحات كويسه، لكن هي المشكله ان انت ما بس ده معناه لو اعتمدت 3 4 3 لا شك هبدا باثنين، او لو هلعب باثنين مساكين او الثلاثه يعني مع عبد الغني، فمعناه ان انا هبدا باثنين مساكين شباب. ما هي بقول لك هي دي الازمه، ان انت اخترتها، ما هي دي بقى اللي نرجع لها تاني، انه الزمالك ما قدرش كان عنده اوقاف لفترتين وفي نفس الوقت استغنى عن اللي عنده، يعني انت لو عندك محمد عبد السلام كان عندك ايه؟ موجود عنصر. لو كنت لسه عندك فتره كبيره كان عندك شبانة، عارف ايه؟ كان عندك يعني ده كان الله في عون الزمالك وعون الجهاز الفني انه مكمل موسم بهذا العدد من المساكين، انت عندك ازمه في هذا المركز، ومن المراكز اللي هي الصعبه. صحيح. اللي ايه عارف ايه؟ لانه المركز ده بيعتمد اكتر ايه على 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 ايه؟ بص على الاحتكاك وعلى يعني، فانت لعيبته معرضه لايه؟ لايقاف، لاصابات. يعني ده مركز من المراكز اللي هي ايه؟ زي مركز خط الوسط ده. فما بالك انت بقى والمركز ده انت عندك فيه لعيبه قليله. يعني تقريبا انت عندك ثلاثه وعندك اللي هو حسام. حسام عميد. وحسام ما لعبش ماتشات كتير. فممكن الانسجام والتفاهم اللي بينه وبين الموجودين، يعني هم الثلاثه موجودين بيلعبوا، اي حد بيلعب علاء او الونش او محمد ماشي، ولو حسوم راح يمين راح شمال مقبول. يعني بيشتغل، لكن في الاخر ايه؟ انت بتلاقي نفسك مزنوق بين هم دول بس. طيب كان بقول لك اشوف انت شفت ايه؟ ويعني يعني يعني اضاع عليك لجنه حسين لبيب، يعني بكل اسف اضاع عليك واحد زي انت النهارده عندك ايقاف قيد، فهو ما استغنى محمد عبد السلام، اعاره لمحمد عبد السلام. ما استغنيت عنه يعني، انا يعني مش موجود يعني. ما بقاش عندي، بالعكس انا النهارده اول ما اعرف ان انا، وخاصه انك كنت زي ما انت قلت ده انا كنت عارف من قبلها، طب ده انا ايه احافظ على كل لعيب عندي، يعني يعني عارف ايه ده لو ناشئ وما سيبوش اعاره وخليه عندي، حتى سواء سيبته بقى اعاره او سيبته يمشي براحته، لكن طالما عرفت ان انا عندي قاف قيد كان لازم احافظ على كل لعيب. ما بالك بقى ده انا سيبت وكمان اللعيبه اللي انا جبتها جداد ما قيتهاش، فطبعا دي زنقهم. عشان اقول لك الجهاز الفني معذور في حاجات، هو واضح انه كان شاغل نفسه فكره، حتى وده واضح من قيام فيراب انه تكون فريق الامل. عارف انت بتدور على اي اوراق بديله او حلول تقدر تستعين بيها في مباراه زي كده، هتتزنق واثق انها هتزنق. كويس، الخطه دي على طول تاخدنا الى مباراه القمه، ان مباراه الداخليه لو انا اعتمدت الطريقه، واعتقد ان مستر فيريرا هيشتغل ب 3 4 3 مش هيغير الطريقه، وبالتالي هنلاقي شباب اللي اذا بقى عمل تغيير مراكز، وبرضه انا ما اعتقدش انه يعمل كده، يعني يجيب مثلا عبد الشافي يخليه مساك، يجيب مثلا رؤى، يعني ما اعرفش يعني لو تغيير مراكز وده اعتقد بنسبه 90% مش هيحصل. فممكن نشوف لعيبه شباب، هل اللاعب الشاب بقى اللي هيبقى موجود ثالث مع الونش وعبد الغني لو بالطريقه دي مباراة الداخلية لازم يتقال له انت خلي بالك انت ما هتجتهد هتبقى موجود في القمة ولا لا؟ طالما شاب سيبه يبدأ بالراحة كده، وبعدين لو تألق بدل ما نضع عليه ضغوط. هو من المفترض ان مباراة القمة دي بتشهد مولد نجوم، يعني وانا شايف انه بالعكس، يعني انه فكرة ان احنا نستعين بأحد في لعيبة الشباب انه يلعبها، يعني ارجع لتاريخ تاني مباراه القمه هتلاقي ان كتير قوي من لعيبه الشباب من محمد كتير يعني صنعوا نجوم، بس كان بيشتغلوا عليهم نفسيا. ما هو ده، ما انا مفترض ان انا عندي فتره توقف دوري وعندي ماتش داخليه فممكن اشتغل عليه، انا عارف كويس قوي من بعد ماتش اسماعيلي ان انا فقدت احد اوراق الدفاع هو محمود علاء، فمفترض ان انا ايه وانا شغال على ماتش الداخليه شغال برضك في حساباتي ماتش ده، وبعد فني وبدني وقبلهم نفسي اللي هيلعب. يعني فكره ان النهارده ارجع تاني معلش انا باخد دايما بضرب امثله دايما في اوروبا، هتلاقي مثلا كل برشلونه تقريبا جاي في بيدري، انت بتتكلم في 18 سنه، في ريال مدريد اللي هو رديجو بنتكلم في بردك 21 سنه، يعني فينيسيوس 22 سنه، يعني السن ده لا انت ده المفروض ده افضل سن اللي هو تبدا بيه انك تتولد تبقى تبان، والماتشات ده هو اللي يديك الباور انك تكمل. يعني لو
الزمالك استعان بحسام مثلا في ماتش القمه في ماتش الداخليه وفي ماتش القمه واجاد ممكن يحط هنا يبقى نوال لمستقبل انت صحيح. انت حطيت رجليك على اول الطريق اللي هو طريق المجد فهو هنا واذا ما كانش اللعيب قادر على ده يبقى الاصلح انه يرتدي في لينة الزمالك انا النهارده في لينة الزمالك فلينة تقيله اللي لازم يلبسها ولازم يلعب في الزمالك لازم يبقى عارف يبقى كويس قوي ادي ده هو انا ليه النهارده بختار افضل لعيب في فريق في مثلا الفرق الثانيه عشان اجيبه النهارده شايف فلان كويس متالق فبروح اجيبه فبجيبه ليه لانه عارف انه جدير انه يلعب في فلان زيك لو ما كانش الناشئ وهو طالع عند اللي ربيته عارف قيمه الفلانه بتاعتي وجدير بيها يلاقي الافضل لا روح بقى ممكن وديك اعاره لاي نادي ثاني عشان تنضج شويه محتاج تنضج او انك ممكن ايه تتالق في احد الانديه الاقل شويه مفيش مشكله لكن ده اللعيب اللي مش هيقدر يلعب في ماتش زي ده ويتولد ويكون على قد نفسه معلش يعني انا اسف يعني ما يبقى لا اشوف لك مكان تاني والزمالك يدور له على لعيب افضل في ده يعني احنا جبنا محمد عبد الغني منين فريق درجه تانية صحيح عمل ايه وهو جاي ما لا شفت ما بيتحط ماتش اهلي وزمالك بتشوفه عامل ازاي اتحط قدام الاسماعيلي بيتعامل ازاي وتخيل هو من اللعيبه المظلومه كمان وانه الجهاز الفني ما بيبصش عليهم على منتخب يعني يعني شايف انه الجهاز الفني مش لازم يعني انه طبعا في لعيبه كتير قوي مدافعين على مستوى الدوري بيتالقهم لكن شايف ان محمد غني من اللعيبه المظلومه نفسي اي حد يعمل احصائيه شوف محمد عبد الغني قد ايه استخلاصه للكوره الكرات الثنائيه ازاي بياخدها التغطيه بتاعته بص هتلاقي لعيب هادي قوي انذاراته قليله بيحل لك مشاكل كتير قوي اتزنقت في ناحيه يمين بيروح اتزنقت في ناحيه شمال بيروح خط بص انت عندك لعيب وقبل كل ده هادي بيعملش اي مشكله خالص تحسش بيه في الملعب لعيب ما تحسش بيه في الملعب ويؤدي دوره اعرف ان ده لعيب جيد اهو لعيب جاي لي منين درجه ثانيه من قسم ثاني بس ايه في مصر بالظبط كده بس ايه اتولد هنا وما اشتكاش انه عقده قليل او عقده كبير لا شغال هو كده فانت كناشئ لو ما كانش عندك قدره انك تلبس فين الزمالك الثقيله دي وتالق بيها لا معلش ممكن تلاقي لك مكان ثاني بس في مباراه زي دي مباراة مش هقول مصيرية بس مباراة مهمة في الدوري الفوز بيها يعني في حالة فوز النادي الاهلي بمباراة مؤجلة بالفرق نقطتين بس خسارة الاهلي مباراة او حاجة تخليك على القمة مرتاح وبنسمى المنافسة شغالة اكتر ليك والحفاظ على اللقب قريب مباراة زي دي مباراة يعني هل محتاجة مغامرة من فيريرا ولا العب على المضمون اللي هو على الاقل اخرج باقل الخسائر والتعادل. ويعني هو بص كل حاجه ليها وعليها. صحيح. لها ايجابياتها ولها سلبياتها. هتفكر بعقلي ولا هتفكر بعقلي فييرا؟ فكر بعقلي فييرا. وممكن اقول لك ممكن انا ايه واحد قلقان فاقول لك انا العب على المضمون واخرج بمش عارف ايه انا لسه ضربت لك مثال بايهاب جلال رغم انه جه وانه لعب بنفس طريقته وخسر ثلاثه كانت ريجه قاسيه استحوذ عادي. بس نتيجه ان لعيبه الزمالك ما كانتش قادره تلعب بالطريقه اللي هو معتاد عليها فارتكبوا اخطاء سهلت المنافس وكان ساعتها يعني كانت اخطاء من الاهداف من اخطاء سهله وبسيطه. بص انا من انصار بقى وده تخيل ان هو ممكن يكون فيرا بيفكر فيه فكره المغامره انا بلعب كل ماتش عشان افوز فلازم ازرع من ده بص المدرب بينزل اوضه اللبس وبيقول تعليمات للاعيبته لو حسوا فيها ان هو بيقول لهم العبوا على دفاع او تعادوا يعرفوا ان المدرب مهزوق وخايف بالذات انت بتلعب في اهلي او زمالك او بتلعب في انت بتنزل كل ماتش وانت بتلعب على الفوز حتى لو بتلاعب افضل فريق في العالم بغض النظر عن اسمه بص انت ممكن تلعب ايه وتقول يا عم ازاي لما تكون لعيبه تلعب ريال مدريد هتقول بص انا لازم ازرع في اللي جوايا كده انه ده انت اسمك الاهلي او اسمك الزمالك فلازم انك تلعب على المكسب فتخيل انه فييرا لازم يلعب على ده يلعب انه يكسب المباراه لان ده اللي هتبدا تفرق معاه جدا في بدايه الدوري في نهايه الدوري تكمل في مشوار الدوري صحيح اشكرك استاذ عاطف ودايما كده تواجد معانا وتشرفنا كان معانا الاستاذ عاطف عبد الواحد الناقد الرياضي اتكلمنا في امور كتيره اشكره على وجوده معانا وان شاء الله نلتقي فيما هو قادم من اوقات شكرا تسلم ربنا يكرم ان شاء الله الزمالك دايما التقيكم بقى الاحد القادم ان كان في العمر بقيه ان شاء الله وربنا يوفق الزمالك دايما سلام